والله نخلي كل الناس تذكر اسمي بس لو اتحالف ما ابي. طيب فضل شكيل. قل لي أستاذ مراد، ما هو الإله الذي تثبته وما هي الصفات التي تصف بها هذا المولى وكيف أثبت هذا الإله؟ ألو، أي سؤالك؟ أي سؤالك أخ شكيل؟ ما هو الإله الذي أثبته الأستاذ مراد اللاديني وما هي الصفات التي يصف بها هذا الإله ثم كيف أثبت هذا الإله؟ تفضل أستاذ. الو، انا اجاني على الباك شانل انه المايك بعيد او صوتي غير مسموع فغيرت المايك. الان الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. فعلا كان صوتك تمام. جيد. شو كان سؤالك يا استاذ شتيلة؟ سؤالك الله. ما هو الاله الذي تثبته وما هي الصفات التي تصفه بها وكيف اثبت هذا الاله؟ أنا يا أستاذ شتيلة أول شيء لا أثبت إله من عدمه، تمام؟ أنت من تثبت أن هنالك إله وأنا أتفق وسأجاريك وأقول أن هنالك إله. حضرتك الإله الذي تدعيه وتقول أنه الله إله الإسلام، أثبت لي أن هذا الكتاب الذي بين يديك هو من عند الله الذي تعتقد به. هو أستاذ حنون هو مش قال إن هو اللاديني يثبت إله؟ أنا ما بثبتش حاجة، أنا عاوزك تثبت أن هذا الكتاب. يا الله يا شتيلة ما تحولش الحوار. لا أدري يعني لا أدري يا أخي. لا يا هشام، يا هشام من غير تدخل، من غير ما حد دخل في الحوار أرجوكم ما تدخلوا. هاشم لا تقولني شيء أنا لا موجود. نعم ما بحد دخل في النقاش نهائيا. الآن أنت يا شتيلة عمالك بتحرك المرمى وتهرب به إلى روم آخر، عم تجر إلى حوار آخر مش حنجر معك. أنت تقول بأن هنالك إله، هذا الإله أرسل لك كتاب، هذا الكتاب القرآن الذي بين يديك موضوع النقاش والحوار، أثبت لي أنه من عند إلهك، تفضل أثبت. طيب يا أستاذ حنون، بما أن حضرتك المدير للمناظرة، الرجل قال أنا لا ديني أثبت إله، الآن اصعد يا مشعان والروم مسجلة وأثبت لي أن هذا الإله أرسل هذا القرآن. فلما سألته ما هو الإله الذي أثبته، وهنا عايز أعمل ملاحظة أستاذة اسمها ثواني أماني نور الدين تؤيد كلامه وقالت هو قال لديني فقط، انت بتزود كلام ليه؟ ممكن هي برضو تصعد تدافع عن كلامه. المهم الناس اللي بناديهم ده صحنون، اتمنى ان حضرتك تبعت لهم عشان نثبت للناس انه في مجاهدين شيء. نرجع لاستاذ مراد. استاذ مراد قال ان هو لا ديني وانه يثبت اله، لما انا سالته ما هو الاله اثبت ابدا كمل كلام. كمل كلام لانه انت لا تستطيع اثبات. اين اثبت الاله؟ هو كمل كلامي. انا فتح المايكات كلها من كل سكر المايكات. أرجوكم. في مستمعين احترموهم يا جماعة. طيب 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 نعم. خلينا نرتب الحوار يا أستاذ. أنا بس عشان أنزل مراد طيب. بكل وضوح أنا لست ملحد، أنا لا ديني. يعني إيه لا ديني أستاذ أماني؟ حضرتك اللي ضفت يعني إيه لا ديني؟ يعني إيه لا ديني أستاذ أماني؟ أنا سؤالي يعني إيه لا ديني؟ لا أنا مش فارق أناقشك. يعني حضرتك ما تعرفيش انزلي تحت. خلاص أنا بس كنت مطلعك أوري الناس اللي أنت ما تعرفيش يعني إيه لا ديني. لا أنا هيجي أتعرف يعني إيه لا ديني من حضرتك. أيوه أنا لما تفتحهم إن شاء الله. انزلي كملي جهات في الشات أستاذ أماني. طيب مغشة. لما تفتحهم يعني إيه لا ديني؟ انزلي تحت يا فندم اعملي كوباية قهوة وأنا هفهمك. حضرتك يا فندم اللي انزلي تحت يا فندم. خلاص انا كنت مطلعك اسالك سؤال قدام الناس وتنزلي تحت. خلاص هي الان لا تعلم ما معنى اللادينيه. اتمنى اللي قافل الروم ده على مزاجك انت. تسجيل الروم، الناس تقعد تكمل تسجيل الروم. يا معنى شتيله يا استاذ شتيله، استاذ شتيله خليك ويها. اسمعني الله يرضى عليك استاذ شتيله. اسمعني الله يرضى عليك. اسمعني اول شيء لا تضيف اشياء من عندك. لا انت اللي حضرتك تسمعني. ممكن انت اللي حضرتك. لا عشان انت اللي حضرتك تسمعني. انت اللي هتسمعني، انا مش خايف من صوتك. استاذ مراد الله يكرمكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. في جماعه بيستمعوا لكم. دقيقه مراد، دقيقه خليني اكمل لكم الحوار بالله. في ناس بيستمعوا يا اخي الحوار، والحوار جميل وهادي بينكم. ارجوكم يا اخي ما في داعي. حاضر، شوف اي واحد فيكم 3 دقائق ياخذ وقته، اذا عايز يتنازل من باقي الدقائق خلاص من راحته.
عشان تكون 3 دقائق كافية للإجابة بس يقول ما ثواني يا حنون بس لو سمحت ثواني يا مراد ثواني بس دقيقة هشام خلينا ندير الحوار بالله عليك تمام راح أعطيك الحوار بس في نقطة مهمة لازم نوضحها يا حنون وما هو مشان أصلا يبدأ حوار لازم في نقطة يتم البدء منها يعني بس هل في إله موجود ونتحرك من هذه النقطة أو لا نعود للخلف خطوة للوراء ونشوف هل هو موجود أو لا أما هذا الجدال عبثي راح يكون يا هاشم دقيقة طيب فضل صوت مراد أخذ ثلاث دقائق لا هو خد ثلاث دقائق كثيرة أستاذ حنون في دقيقة يا شتيلة إحنا مش في مناظرة يا رجل خليها في المناظرة تمهل يا شتيلة إحنا مش في مناظرة أول شيء يعني شوف الأستاذ شتيلة عماله بيقوم بإسقاطات لم ينزل الله بها من سلطان أنا قلت عن نفسي لا ديني تمام أنا لم أتعرض أبدا لمسألة إثبات الإله من عدمه هو شو قال؟ قال لك مراد قال أن هنالك إله وهو أثبته نريد أن يقول لنا مراد كيف أثبت هذا الإله أنا لم أقل أصلا يا شتيلة أني أثبت الإله وجوده من عدمه هذه مسألة أصلا إيمانية حتى عندك أنت لا تستطيع إثباته أنا ألزمك بما حضرتك تقر به أنت تقول أنك تؤمن بإله وتستطيع إثباته أنا أتجارى معك في هذه المسائل كل هذه المسائل لا تهمني أثبتنا الإله وكل شيء متفقين عليه هذا الإله اللي حضرتك أثبته ولن أدخل معك في مسألة الإثبات هو إله الإسلام الآن موضوع النقاش أثبت لي أن هذا إله الإسلام أرسل لك الكتاب الذي بين يديك وأن هذا الكتاب من عنده هذا موضوع الحوار لا تجرنا إلى أمور أخرى إذا حضرتك قادر على هذا النقاش فتفضل نتناقش بكل بساطة واضح بكل وضوح بكل شفافية واضح أرجوك يا مراد ما تفتح المايك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الكرام الأستاذة بس رد على الأستاذة أماني عشان ناخدهم بسرعة كده واحد ورا الثاني الأستاذة أماني لا تفهم ما الفرق بين اللا ديني ولا الملحد وطلع بس ان هي تقول لك اصل انت قلت يا شاتيل ان هو لا ديني لا يا فندم ما هو لا ديني يعني ربوبي يعني يثبت إله ولا يثبت وجود ديان فحضرتك روحي ذاكري وتعالي عشان ما تلحدوش على بطن فاضيه ويبقى شكلك وحش قدام الناس ويجي عيل صغير زيي وانا بوصف نفسي بعيل صغير يعني يا ابني حضرتك طيب ارجوك اكمل بقى نقاش اكمل خليك الحوار خليك الحوار واحد نعيد تذكير الناس ان الاستاذ علي بيه بعد ما اتهمني بالصفصاف ما قدرش يطلع يتكلم معايا فوق استاذ مراد يعني عيب يا استاذ مراد ان انت حضرتك بما انهم قفلوا الريب لايف بتاعت الروم مش عارف ليه بس اتمنى يكون في حد مسجل الروم وعارف ان انت لو واجهت نفسك بهذا الكلام هتقعد تنكر قدام نفسك ان انت قلت الكلام ده دلوقتي استاذ مراد انت لما حضرتك انا والله عايز اغلق الشات يا اخي انا والله عايز طيب مش مشكله بس اكمل استاذ حضرتك ما قطعتوش خالص حضرتك ما قطعتوش خالص اكمل بس هو اكمل يا اخوانا انتوا ما قطعتوش الراجل ولا مره انا اللي غلطت ما تحذفش رماد نعم ماشي اذا اسمه اتحذفت عموما المهم انتوا ما قطعتوش الراجل ولا مره اذا في حد يسجل كويس التسجيل نعم اتعيد لي كده من اول الاستاذ مراد في اول الامر كان يناقش الصفات بعد كده لما انا سالته هل انت اصلا مسلم قال لي لا انا ملحد هو قال كده وبعد كده راح قال للشيخ مشعان اطلع لي يا مشعان انا اثبت وجود اله واحسب ان لو الاستاذ هاشم والاستاذ مهاجر والاستاذ وليد عندهم من القدر القليل من الصداقه وهم ان شاء الله صادقين هيقروا معي ان الرجل قال بعظمه لسانه انه مقر بوجود اله لكنه الان يريد من مشعان ان يثبت له ان هذا القران جاء من عند الله فلما انا قلت له ما هو هذا الاله وما هي صفاته وكيف اثبته قال لي انا اصلا لا اثبت اله ولا لا اثبت اله هذا قاله امام الناس يا استاذ مراد سؤال امام الناس هل انت مثبت لوجود اله كما قال الاستاذ هاشم فننطلق من هذا الاله ام غير مثبت نرجع خطوه لورا كما قال الاستاذ هاشم ونعيد لك اثبات الاله اتفضل طيب جميل تفضل اخبرات 3 دقائق جميل جدا اول شيء موجود على البدء المعنى مهاجر والحنون وهاشم وفي كان اعتقد شخص اخر وانا هؤلاء ممكن تسألهم يا شتيلة بما أن التسجيل الآن الروم مش مسجلة قل لهم أول شيء أنت لما سألتني أنه هل أنا مسلم ولا مش مسلم شو رديت عليك أنت بتردد وبتقول أن أنا قلت ملحد وطلع الشيخ مشعان وقل لك نحن لا نناقش ملحدين أنا لما رديت عليك قلت لك أنا لا ديني تمام وزيدك من شعر بيت أنا لا ديني قرآني هتقول لي إزاي ممكن أفسر لك إياه وممكن بعد فترة من الفترات أصبح لا ديني حنبلي لأنه بصراحة يعني مذهب الأستاذ مشعان يعجبني والطرح تبعهم يعجبني هذا واحد فأنت لما تسقط إسقاطات على المستمعين وتقول أنه هذا الإنسان قال أنه ملحد والملحد أصلا لا يقر بوجود الله
وتريد أن تحدث هنالك معضلة وتناقض إني أنا ملحد وأقول لك أنني أثبت وجود الله، تعال نتناقش في أن هذا الإله المثبت بعث كتاب، وأثبت لي أن هذا الكتاب من عند الله أو هذا الكتاب من عند الله. هذا اسمه إسقاطات فارغة لا أصل لها. أنا لم أقل أولا أنني ملحد، قلت لك لا ديني، ثم أنا اعترضت على ما تقوله أنت، وأنا قلت أنا أتنازل وأقر بما أن حضرتك تثبت وجود إله، لن أذهب معك في هذه المسائل إثبات الإله من عدمه، أنت تلزم نفسك بأن هنالك إله وأنت تستطيع إثباته، سنتنازل ونذهب إلى أن هنالك إله موجود الأستاذ شتيلة أثبته. الآن نقطة النزاع والخلاف، حضرتك تقول أن هذا الإله بعث لك بكتاب، أثبت لي أن هذا الكتاب من عند ذلك الإله اللي حضرتك أثبته الذي يسمى إله الإسلام. وصلتك الفكرة ولا عيدها مرتين وثلاثة وأربعة؟ وصلت؟ طيب خدت وقتك كامل، خدت وقتك كامل. طيب فضل أستاذ شتيلة. هو قال أنا لا ديني قرآني ولا أنا سمعت غلط؟ لا هو قال لا ديني قرآني، ممكن يكون لا ديني حنبلي. طيب ماشي جميلة دي. يعني مراد يعني سلفي دي شلتها خالص يعني ما ممكن. لا أصلا برضه استغربت يعني لا ديني قرآني ومش عارف إيه يعني. هو طيب هو متنزل أن هناك إله. طيب بما أنك أنت متنزل أن هناك إله، كيف تتنزل معي لإله أنت لا تستطيع أن تثبته؟ يعني أنت مقرر أن أنت مش مثبت إله بس هتتنزل. هذا الإله الذي أثبته شتيلة وأنت لا تعلم شتيلة، وهذه أول مرة تلاقي شتيلة في هذه الروم. هذا الإله الذي أثبته شتيلة، ما هو يا أستاذ مراد وما هي الصفات التي أطلقها عليه وكيف أثبته شتيلة؟ وتفضل يا أستاذ شتيلة. أنا قلت لك وكررت ولا أريد التكرار، يعني التكرار يصبح الأمر ممل للمستمعين ولك. نعم يعني أتمنى تتجاوز النقطة. يعني هذا المراوغة، أنا لا أحب المراوغات. وانت طيب خلينا نفهم منك. طيب لحظة يا حبيبي، خلينا نفهم منك نقطة. طيب عشان نتقدم في الحوار عشان ما نعيد نكرر نفس النقطة مرة أخرى. يعني ما هو الأخ مصر يا حنون. طيب 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 أنت الآن تقول لا ديني، يعني هل أنت يعني تقول بأن هناك إله ولا لا؟ هذه النقطة عشان ننتهي منها نمشي النقطة. يا طيب. حنون اسمعني يا حنون. نعم. شوف يا حنون، الآن لما يأتي شخص مسلم مثل حضرتك أو حضرة شتيلة أو أي أستاذ مسلم ويذهب ليناقش المسيحيين في عقيدتهم، المسيحيين ما بيشترطوا عليه، بقول له تعال يا حبيبي أول شيء أنت حط الصليب واعمل الثالوث وآمن بيسوع المخلص ثم ناقشني. هذا الشيء اسمه عته. أنت تذهب للمخالف وتناقش فيما هو يلزم نفسه به ويعتقد. فالآن أنت تعال تقول لي تعال يا مراد نتفق ونثبت الإله من وجوده وعدم وجوده وما هي صفات هذا الإله. أنا بناقشك في الإله الذي حضرتك تعتقد وتؤمن به وتقول وتدعي أنه أرسل لك بكتاب، أثبت لي بغض النظر أنا مقتنع بهذا الإله من عدمه أو لا. يا مراد بشكل أو بآخر أثبت لي يا أستاذ شتيلة اتصال السماء بالأرض عن طريق هذا الكتاب. طيب. الأمر بسيط جدا، ممكن طيب يعني تثبت هذا الموضوع أم لا؟ ممتاز. يعني أنت الآن لا تهرب لا للأمام ولا للخلف. طيب الآن يا أستاذ مراد خلينا عشان نفهم الآن، يعني إذا أنا أفهم الآن أنك أنت تتحدث عن إله شتيلة وشتيلة يسأل عن إلهك أنت. نحن الآن واقفين في هذه النقطة. شتيلة لا يا حنون، إله المسلمين. طيب أنا ما بقولش طيب إنه شتيلة عنده إله وأنا عندي إله، أنا أناقش طيب إنسان يعني مسلم بوجود إله يعني يعتقد بوجود إله، هذا الإله لا لكل المسلمين. هل طيب تناقشني أن هذا الإله بعث بكتاب يثبت لي أن هذا الكتاب من عند هذا الإله؟ وخلصنا القصة، واضحة وبسيطة جدا. طيب تفضل ثلاث دقائق يا شتيلة آخر مرة، إذا وقفنا في نفس النقطة دقيقة بس عشان نبي فقط آخر مداخلة لك، إذا في نفس النقطة ما تقدمنا خطوة أنا سوف أوقف الحوار هنا ويبدأ الحوار مع الدكتور حنان. نعم تفضل. إحنا مش هنتقدم لأنه يبدو أن الأستاذ مراد أول مرة يدخل مناظرة أو كلام فمش عارف طرق الإلزام. أنا دلوقتي بدعي أن أنا أستطيع أن أثبت المولى عز وجل بأدلة كثيرة لا حصر لها. أستاذ مراد أحسب أنه لا يعلم أي دليل منها، هو والذين يشجعونه في الشات والإنسايت وغيره. أنا ممكن أديهم اسم بعد أستاذ مراد ينزل ونطلع نتكلم معهم واحد وراء الثاني. دي نقطة. النقطة الثانية، هو يقول أنه لا ديني. طيب هو أثبت إله بعد كده لما قلت له هو إيه، قال لي تنزلا أنا هقول الإله بتاعك أنت. طيب يا سيدي، أنا الإله بتاعي الإله اللي أثبته شتيلة أنا اللي هو المسلمين أثبتوه، نستطيع أن نطلق عليه صفات، هذه الصفات من لوازمها أن تتواصل السماء مع الأرض.
لو احنا افترضنا يعني ان هو موجود في السماء بالتصور بتاع حضرتك دوت، فهو ممكن يتواصل معانا بارسال رسل، بانزال قران، بانزال ملك يخاطبنا، ملك يرفرف بجناحه، ايا كانت الطريقه. انا سؤالي بكل بساطه يا استاذ حنون حتى ننطلق، احنا مش هننطلق طول ما احنا واقفين هنا، هل الاستاذ مراد يثبت هذا الاله كما اثبته انا ام له طرق اخرى في الاثبات؟ هيقول لي تنزلا، ما فيش حاجه اسمها تنزلا، هو احنا عشان نناقش قضيه فرعيه لازم نتفق على الاصل، والاصل عندي وعندك هو اثبات الاله عز وجل. هل تستطيع ان تثبت الاله كما اثبته انا؟ قول لي لا، اثبته لي انت يا شتيل، فانا ابدا اثبته لك. ايه رايك استاذ مراد، نتفق على ده؟ طيب ايه رايك استاذ مراد، اذا ما موافق عشان نتفق الاستاذ حنان نغلق الغرفه، نغلق النقطه هذه لانه ما انا ما وصلنا. شوف يا حنون طيب. انا اللي ملاحظه انه الاستاذ شتيل يعني حابب يستعرض عضلاته على شيء لم يذكر ابدا، يعني هو قال لا يعني خلينا بالشخص. لحظه يا شديل، هو لحظه يا حنون، قال لك يعني انا كذا اجزم ان مراد لا يعلم هذه الادله التي نحن اثبتنا فيها وجود الله، يعني هو حابب يتكلم ويسترسل حتى يعني ما بعرف مشجعين بالشات او يقولوا عنه انه ما شاء الله متكلم، يعني هيدخل معي في دليل الامكان ودليل الحدوث وهذه المسائل التي يعني اكل عليه الدهر وشرب. أنا يا شتيلة لا أنازعك في أدلتك في إثبات الإله من عدمه، أنا الآن بقول تنزلا معك كإنسان لا ديني اتفقت معك على أنك أثبتت وجود إله، تمام؟ هذه النقطة واحد. النقطة الأخرى، أنت عندك ادعاء أن هذا الإله إله الإسلام أرسل لك بكتاب هو القرآن. الآن مسألة النزاع هي أن تثبت حضرتك أن هذا الكتاب من عند هذا الإله الذي حضرتك أثبته. أنا لا أريد أن أناقش معك مسألة إثبات الإله، لا، أنا أريد أن نتناقش في مسألة إثبات أن هذا الكتاب من عند ذلك الإله. الفكرة عدتها ثلاث مرات، وصلتك الفكرة يا شتيلة؟ سهلة يا مراد، هو عايز يشوف صفات الإله بتاعك عشان يشوف هيثبت لك القرآن من أنهي وجهة. الله ينور عليك. من وجهة نظر إله يا مهاجر، صفاتك إلهك إله. أنت مش إله هو. ممنوع تدخل. أنا موافق على كل الصفات اللي عنده هو إله ده. هو يا مهاجر يا مراد، أنت إلهك صفاته إيه؟ نفس صفات إله الإسلام. اللي هي إيه؟ هو إيه بقى اللي هي إيه الصفات دي؟ اللي هو كل مسلم يقول بها، اللي هي خلاص كلام واضح، كلام واضح. يا وليد ارجوك لانه عشان هتخرب توازن الغرفه. يا وليد ارجوك، توازن الغرفه هو مش قادر مفيش. لا خلاص الكلام الان واضح، قال لك انا اثبت الاله نفسه، اله صفات نفسه اله الاسلام. جميل مراد، فهمت مشكله الاله؟ الان ممكن ننتقل الى النقطه اللي بعديها يا شتيلة. بس افهم السؤال بس يا حنون قبل ما ننتقل. فهمت يا مراد هو عايز منك، بيسالك مصر على السؤال ده ليه؟ عشان لما تثبت صفات الاله اللي هو بيتكلم عنه يقدر يخش لك يكلمك يا وليد القرآن. يا وليد طيب خلاص الكلام واضح، الكلام واضح، المستمعين فاهمين كل شيء. نعم طيب يا وليد هذا اسمه تهميل. انا يا شتيلة للامور وهروب. نعم. للامام، نحن لا نناقش لا صفات طيب خلاص خلينا عشان نتفادى خطوه ماهية الاله، نحن نناقش مساله اثبات ان هذا الاله ارسل كتاب وهذا الكتاب من عندي. ممتاز. الان يا شتيله عشان نتغدى في الحوار او خلينا ننتقل. طيب اذا بعد خلينا خلاص، قال لك الاله موجود ونفس الصفات الاله الاسلام. خاطرك بس استاذ حنون، يعني ايه مشينا بالله، خلينا نمشي الخطوه اللي بعديها عشان خاطرك بس هتنزل والله حضرتك برضو. حتى الاله الذي اثبت صفاته هو لا يقر بهذه الصفات. الان ثلاث دقائق. دقيقه شتيله، ايوه 46، تفضل ثلاث دقائق. لا هو خد 7 دقائق. طيب بس ماشي، انا يكفيني معاوده بصراحه. انا عوضك. انا اثبت لله العلم، واثبت لله الاراده، واثبت لله القدره، واثبت لله الحكمه، بما انه يصف الله عز وجل بهذه الصفات، وانا لا احسب انه يفهم معاني هذه الصفات. فبما ان الله عالم، وبما ان الله مريد، وبما ان الله حكيم، وبما ان الله قادر، فمن حكمته عز وجل انه اذا خلق خلقا ان يرشدهم الى الطريق الصواب، فانه اراد ان ينزل هذا القران، تكلم الله بكلام ازلي، وقدرته خصصت ان يكون هذا القران او ان يكون كلام الله على شكل حروف والفاظ منزله في كتاب كريم سميناه القران حتى يرشد الناس الى الطريق الصواب. اتفضل. فين الدليل حضرتك؟ كلام مرسل. عرفت استاذ حنون يا شتيلة، انت غلطان يا شتيلة انك غلطت. بالظبط، ما انا بقول انت غلطان انك غلطت يا شتيلة. يا وليد هي دي النتيجه، انت كده بقى صدقها، هو كده هيصدقك يا شتيلة. يا وليد المراد الكلام اللي انت بتقوله ملوش لازمه، عشان كده بنقول لك هي صفات الاله بتاعك. ما يمكن بتثبت صفات اله ومات، بتثبت صفات اله وترك الكون ملوش دعوه بيه،
بتثبت اله لا علاقه له ما بتصلش مع البشر. عشان كده بيسالك ايه هي صفات الاله بتاعك. لا هو ذكرها يا مهاجر، ذكرها وانا ما عندي عليها اعتراض. طيب تمام. هو طيب. ما ذكرها يا مراد، هو عايزك انت تذكرها عشان تقبل دليله. اسمعني حتى قال لك اسمعي ايه. خلصت كده يا وليد، خلاص يا وليد اكمل الثقه في الحوار. يا وليد اشوفك يا حنون، في ازعاج يا جماعه. ما حد بيبدا هذا حوار في زمن معين محدد. هي مش هتمشي كده، ما هو في الاخر بيقول لي انا مش مصدق كلامك. خلاص ما حد يصدق. يا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب ما بعرف انا يعني وليد معصب صوته، يعني صوته بعيد. هدي شويه يا وليد ارجوكم افتح اللايف. يا حبيبي انا مش متعصب، انا عشان كده قلنا يا مراد قول لنا صفات اله. مراد ممكن يكون بيثبت اله ومات، مهاجر بيثبت اله وما اتصلش بالبشر، فعشان كده بتساله ايه صفات الهك يا مهاجر. اسمعني الله يرضى عليك، يبقى تجاوب على السؤال ده يا مراد. بس اسمعني يا مهاجر، اسمعني. نحن الآن في محور إثبات أن هذا الكتاب من عند الإله الذي يؤمن به مهاجر والحنون وشتيلة. هذه الصفات اللي حضرتك تؤمن فيها أنا ما فيش عليها عندي أي اعتراض. الآن لما تقول أن هذا الإله عليم حكيم قادر، كل هذه الصفات أوكي، أنا لا أنكر هذه الصفات عليك وأقول لك متماشي معك. هذه الصفات أنت تريد أو الأستاذ شتيلة يريد أن يربط ما بين هذه الصفات وأن هذه الصفات تؤدي إلى أن هذا الإله أرسل كتاب للبشر وهذا الكتاب هو من عند الله أصلا. يعني هو ربط بين أمرين ما فيش أي علاقة بينهما. ما علاقة صفات الإله التي أدت إلى استنتاج أن هذا الإله أرسل برسالة للبشر وهي القرآن التي بين يدي الأستاذ شتيلة؟ اعمل لي ربط بين صفات الإله يا أستاذ شتيلة. طيب وبأنه أرسل هذا الكتاب. يا هشام يا إما تخلينا ندير الغرفة. أنت وليد دقيقة مراد، ما تفتح المايك لأنه في حوار داير بين اثنين. أي منك تدخل ولا تدخل منه معناه توازن الغرفة والحوار اختلف. هذا حوار بين الان بين واحد من اهل السنه والجماعه، واحد بين ملحد، ما في داعي تدخل خالص في تعليق ولا اي كلام. مسلم ارجوكم يعني. انا مسلم. طيب في اشاقينا الان خلينا عشان نقسم النقطه لانه تطورنا فيها. انا بس مسلم. هل انت مستعد دقيقه، هل مستعد كلام الاستاذ مراد يعني تستعد ان تخوض في هذا الامر في هذا في هذه النقطه؟ انا سمعته هو نفس الكلام هو بس هو بيكرره. نعم انا ما هتقدم لانه ما هتقدم خلاص. اذا يا اما نقول لا انا عايز ارد على حاجه بس. شو قلت لك؟ انا عايز استاذ وليد، لان استاذ وليد فاهم اين الخلاف وعارف ان هو استاذ مراد يعيد ويكرر، واظن استاذ هاشم كان فتح المايك عشان يقول نفس الكلام. فبما ان العقلاء يتفقون على استاذ مراد يدور في نفس الدائره ولا يخرج منها، انا اثبت علم واثبت قدره واثبت مقدره واثبت اراده واثبت حكمه، وقلت ان من حكمتي بما انه خلق هذا الخلق فلا يضله ولا يجوز ان يفسد هذا الكون. طيب لماذا كيف لا يفسد هذا الكون؟ انه يرسل لهم رسول، هذا الرسول يكلمهم بكلام يثبت لهم أن هذا الكلام من عند الله. هذه طريقة من طرقنا، وعلى فكرة مش أهل السنة والجماعة، العدلية المعتزلة هم اللي بيثبتوا بها هذه الطريقة وأنا أقول بها. أستاذ مراد يرى أنه لا علاقة بين هذه الصفات وبين كذا. في كان لي شيخ علمني طريقة ما أثناء النقاش، قال لي أنك إذا منعت شيئا فعليك أن تسبب أن تقول ما هو سبب المنع. أستاذ مراد ادعى دلوقتي أن هذه الصفات لا علاقة لها بالقرآن، ما هو السبب منع الأستاذ مراد لذلك؟ دي قضية أخرى. ممكن الأستاذ حنون يلزم الأستاذ مراد يقول لي لماذا هذه الصفات التي أثبتها أنا لا علاقة لها بالقرآن الكريم وشكرا. طيب لا أنا حرد عليك يا أستاذ شتيلة بدون ما يدخل حنون. يعني الرد بسيط جدا. أول شيء أنت تكرر المسائل وبتعيد وبتخوض فيها مرة وأخرى وثالثة ورابعة. الآن أنت حضرتك ذكرت صفات لله، ها؟ يعني هو الحكيم هو العليم هو القادر وكل شيء. حضرتك أول شيء بديت في بناء له مقدمات، وبناء على هذه المقدمات خرجت حضرتك باستنتاج. المقدمات اللي حضرتك طرحتها يا أستاذ شتيلة ليس لها أي علاقة بالاستنتاج اللي حضرتك تريد أن تلزم المخالف به. أوكي، عندنا الله قدير حكيم عالم، كل هذه الأمور والصفات مثبتة. ما هو الرابط بين هذه الصفات اللي حضرتك انت قدمت البناء اللي حضرتك تسلسلت فيه وبين ان هذا الكتاب اللي موجود بين يديك هو من عند هذا الخالق اللي حضرتك وصفت له هذه الصفات؟ هذا اول شيء، السؤال الاول. السؤال الاخر، هل انت حضرتك لما تقرر او تقر بهذه الصفات للاله
توجب على هذا الإله أنه يجب عليه وتلزمه بأن يبعث رسالة للبشر؟ يعني أنت الآن تلزم الله إذا كان له هذه الصفات بناء على المقدمات اللي حضرتك طرحتها تخرج بنتيجة أن هذه الصفات ملزمة للخالق عز وجل أن يرسل بكتاب للبشر؟ تفضل. طيب طيب، يعني الآن أعتقد السؤال تقدم شوية، في تقدم يا أخ شاتينا، أعتقد يا أستاذ مراد، نعم، يعني قال لك في الوقت حتى لو أثبت هذه الصفات ولا خطوة يا حنون، ولا تقدم خلينا عشان احتمال نتقدم، عشان المحاولة يعني، هو يقول لك يا أستاذ شاتينا حتى لو أثبت هذه الصفات، يعني تجاوزنا هذه النقطة، هل إثبات هذه الصفات يعني أن هناك إلزام لهذا الإله أن يرسل لك كتاب؟ أستاذ حنون، حضرتك بتحط كلام على لسانه، والرجل لم يتقدم معي للأمام بل عاد وقال لو سلمنا أن هذه الصفات تفعل كأو عنده مكالمة، فأنا بس الصراحة ما بحبش أتكلم مع حد عنده مكالمة، فلما يرجع الأستاذ مراد نكمل، ممكن مثلا ناخد من الإنسايتس كم واحد زي مثلا الأستاذ العلم نور بس خلاص. أستاذة حنان أنا لا أتكلم مع حضرتك لأن حضرتك أسأت لي، حضرتك أسأت لي، أنا موجود، أنا موجود الآن، حضرتك أسأت لي، لا 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 أرجوك انت خايفني اتكلم، انا ممكن اوضح كلامي، شاتيلا خايف يتكلم وهيدور على حاجه عشان يمشي، هيدور على حاجه عشان يمشي، لو حضرتك هتسيبها تتكلم وانا بتكلم قول لي. لا انا لا 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 خليني ننظم الدور، دكتور حنان، انا هديك الوقت عشان يهرب، هديك مداخلتك، لكن اذا خليني بس في نقطه مهمه، انا بس عايز اقول حاجه صغيره جدا. هل انت اول شيء يا شاتيلا، لانك انت دلوقتي واحد من الممثلين، يعني هل انت عندك الرغبه في الحوار مع الدكتوره حنان ولا لا؟ مش هوجه لشتيلا كلام، اسمعي انا ولم يكلمك انت، وجه لي السؤال واسمك مش طيب، خلينا اسمك حنان مش شتيلا، ممكن اكمل كلامك مع استاذ حنان، اقسم بالله. طيب اذا انت مستعيد الحوار، عشان انت مستعيد الحوار اقول لحضرتك حاجه، ما مستعيد هي تعمل مداخلات، سيبنا جاوب. طيب الدكتورة حنان أساءت لي وذهبت إلى غرفة فيها رجل مشاهر، أما خلص كلامي دقيقة دكتورة حنان، هي لا تستطيع أن تسكت. شوف يا دكتورة حنان، الدكتورة حنان ذهبت بإرادتها الحرة إلى غرفة فيها رجل يشتمني ويسبني ويقذف عرضي ويشتم آبائي ويشتم أمي، ثم شاركته هذه الغرفة، ثم تكلمت علي بعد أن ناقشتها بكل أدب واحترام ولم أتطاول عليها، بل هي التي كفرتني في هذه الغرفة ودعوت لها بالجنة ودعوت لها بالهداية ودعوت لها بكل ذلك، ثم ذهبت لتفعل ذلك. إذا أرادت أن تناقشني أنا ما عنديش مشكلة، نحن الحمد لله أبناء قوم ويجاهوا كل من يأتي في بالك. اسمعي يا أستاذ حنان، إذا أردت أن تناقشيني الآن أمام الجمع الغفير هذا، تعتذري لي أمام الناس عن فعلك وتقري لي بخطئك، ثم بعد ذلك أفكر هل تستحقين أن أتعب نفسي وأناقشك أم لا. تفضل. لا أنا طيب. مش معبأ، أنا بوجه بس كلام لكل مسلم ولكل ربوبي ولكل مسيحي ويهودي اللي طيب خلاص دليل. إذا معناه مداخلة فقط، إذا مداخلة أيوة فقط أيوة ده مداخلة بس أوكي. مداخلة فقط وتنزيل ما في مشكلة، لأن هو أي حد بقى حتى شرط للحوار خلاص أوكي تكلم. أي حد من المؤمنين اللي بيقولوا إن في إله يتفضل يثبتولي يتعلم منه أو يساعدني إن أنا مسلمة بدون دليل على إيماني، فقط لأن أنا صدقت ادعاء الأنبياء من أول سيدنا إبراهيم، على فكرة كلهم ادعوا ادعاءات ما عندهمش دليل عليها، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الكون ولا عنده دليل، وقد يكون اللي أوحاله الكلام ده لما يجي حد يدعي عليا. دقيقة بس معلش دكتور حنان، النقطة إدارية، وليد أو هشام موجودين، أنا لازم أستأذن يعني. هشام وليد، والله انا يا حنون، انا يا حنون موجود، ممكن ادير الروم عادي ما في مشكله. لا موجود يا حنون، انت محاول كيف تدير الروم؟ لو انت شاكل انت شاتل بمزح، انت موجود يا حنون. طيب خلاص شكرا. طيب يا حنون انا اجاني تليفون وطرحت اسئله على استاذ شتيله، ولكن بعد انهاء المكالمه شفت الدكتوره حنان تخلص المداخله لو سمحت يا مراد. اوكي خلص المداخله. طيب هو أي حد بيصدق ادعاء الأنبياء، يعني حتى المسيحيين بيصدقوا إن سيدنا عيسى اللي احنا بنقول عليه إن هو نبي، إن هو ابن السيدة مريم، المسيحيين موجودين،
احنا بعد 1400 سنة كل معلوماتنا عن الإسلام هي الخبر. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء ومشي على نفس منهجية سيدنا إبراهيم، فكان يعني ما حد بيسأله من هو الله، الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده القرآن الكريم اللي أنا مصدقاه. عندي دليل اللي هو من عند الله؟ لا. عندي دليل إن الله اللي هو اللي خلق الكون؟ لا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده دليل؟ لا. شاف ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. ولكن ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدام الناس هيبقى أكتر من احتمال إن هو مدعي، يعني قد يكون ألف الحكاية دي كلها، أو إن هو مخدوع، يعني في سمع من وحي كلام من مخلوق أعلى درجة من الإنسان، يكون متقدم عن الإنسان وسبقه. هو أنا ملزم أسمع هذا الهري كله أستاذ وليد؟ يعني هذا الكلام الذي يعني لا يقدم ولا يؤخر، هل له قيمة أصلاً؟ هل كلام هذه حنان يعني يغير شيء من وجه التاريخ؟ طب حضرتك ما فيش أي قيمة في هذه الغرفة، أنا بتناقش مع الأستاذ مراد، أنت طلعت تتكلمي ليه؟ طيب ممكن تفتحي روم حضرتك وتجيبي هناك أصحابك وتتكلمي؟ لا لا أنت مش صح. بعد إذنك. تكيلة هو الكلام بتتعرض بيه ليك؟ أيوه بتتعرض للدين، بتقول لك الرسول مألف الكلام، هو اللي مألف الكلام. يعني يا ستيلا هي كلامها بيناقض نفسه اساسا. طب افتح الشات، افتح الشات الناس تكفيها مؤونة الرد، افتح الشات خلي. لا 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 اكتر من الشات. ما هو يا فندم لو انت جايبنا هنا وتقعدني اسمع كلام مثل هذا العبث يا استاذ، انا مش عارف يا دكتوره حنان الله يرضى عليكي، هو انت مش عارفه الرسول عليه السلام ما عندوش دليل على ان يا سيدي الفاضل، ما انت قد قول لي الدليل اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل ان شاء الله يا فندم روح ذاكري. لا مش انت مؤمنه بالقران؟ يعني استنيني بس، انت مؤمنه بالقران؟ انتوا بتشغبوا عليا. اه بنشغب عليكش، انت جامده جدا وبتخوفينا. افتحي روم بقى واتكلمي فيها لوحدك. استاذه حنان روحي افتحي روم، روحي افتحي روم. شتيله الله يرضى عليك. سيبك من اللي عايز تسال لوحدك. طريقه حلوه قوي. استاذ وليد حضرتك هتقبل هذا العبث؟ قول لي يعني، قول لي لو انت هتقبل الكلام ده على الكلاب هاوس بيشرب. استاذ وليد الحقيقه لا، الزمن اللي هتكون موجوده في هذه الغرفه الحقيقه بقى هيذبح. طيب وجودها في الغرفه يغير شيء من حقيقه ان القران من عند الله رغما عن انفها؟ لا يغير يعني. انت يا وليد قلت لي لما فتحت المايك اسمع يا مراد، انت الثاني اسمع، انت الثاني مراد، هو انت الثاني تيجي عشان تقعد تهري. اسمع مراد يا مراد، الدكتوره حنان كفيله بنفسها وكان العدل. طب خليه يسكت. مالكش دعوه، احنا ما عندناش. معلش يا مراد، معلش تقفل المايك يا مراد. استاذ وليد لو الاستاذه حنان هتبقى في هذه الغرفه انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل لك انفولو يا فندم، لو حضرتك جايبها هتتكلم واحنا ما نتكلمش وانزل تحت. ايه رايك استاذ وليد؟ انا هستنى وانت ترد وهي تنزل كمان. انا بعد لان هذه الغرفه يديرها الاستاذ حنان والاستاذ وليد، لكن لو جايب الاستاذه حنان تقعد تقول لي اصل القران مش من عند ربنا، اصل الرسول كان بيهلوس، اصل الرسول كان بيالف، اصل الرسول كان كذا، انا مش الكلام ده الصراحه لا يعنيني. لا يا ابو راد لا، اقفل اعمل ميوت للمايك. طيب ممكن حضرتك تنزلها تحت او انزل انا؟ تسمح لي خلاص. لحظه يا شتيل اتفضلي يا استاذه حنان، انا قاعد وفاضي للمداخله بتاعتك. طيب وهو ممكن يغادر ويرجع بعد ما نخلص. لا لما اخلص مع الاستاذ مراد. حضرتك قاعده في ما هو انت قلت هتعملي المداخله بتاعتك. وليد وليد يا وليد ممكن تترك للروم شوي بعد اذنك؟ خمس دقائق بس. طيب تفضلوا جميعا لو سمحتم بدايه انزلوا، اعتذر منكم جميعا. الان انا بدي اصعد اثنين فقط لو حابين يتناقشوا، أستاذ شاتيلة وأستاذ مراد، لو حابين تكملوا النقاش تفضلوا ارفعوا ايدكم لو حابين. ابن الحلال دكتورة حنان بتكمل. طيب. المداخلة بتاعتها مش حوار يا وليد، والله العظيم أنا صابني صداع من التشغيبات والكلام وكل شيء. يكملوا النقاش وبعدها يصعدوا، لو مش حابين يكملوا النقاش تصعد الدكتورة حنان أهلا وسهلا وتقول مداخلتها، بس كانوا في حوار يا جماعه. يا مراد لو حابب تصعد الدكتور احنا مش عامله حوار مع شتيله اللي منزعج من المداخله بتاعتها، بس لانه كان في نقاش يا استاذ مهاجر، كان في حوار لما الخط فصل قلنا هي طول المداخله بتاعتها ورجع الاستاذ مراد، فهي فضلت تتكلم في امور لا علاقه لها اصلا بالغرفه، مش عارف يا حافظ سكريبت وجاي تقوله لنا. انا مش ملزم اسمع الكلام ده، انا اسمع كلام الاستاذ هاشم نكمل النقاش. واعتذر منك دكتورة حنان، ومجرد ما ينتهوا تصعدي وتلقي مداخلتك وما في أي إشكال، يعني سواء أنا متقبلها ولا شايف فيها تناقضات هذا موضوع آخر، بس ننهي الحوار ونمشي خطوة الأمام. فلو سمحتوا يا أستاذ شاتي لو يا أستاذ مراد، أنتوا وصلتوا لصفات الإله والآن إحنا في نقطة، هل هذه الصفات
نستطيع عن طريقها من علم وقدرة وحكمة وإرادة أن هل من هذه الحكمة تواصل مع البشر وتوجيههم أم لا؟ فتابعوا من هذه النقطة. نعم، وأنا ادعيت أو قلت أن من حكمته تعالى، بما أن الأستاذ مراد مقر معي أنه هو الذي خلق الخلق ابتداء، أظن مقر معي بذلك ويستطيع أن يثبت ذلك، فأنه لما خلق هذا الخلق هو قال لي لازم، أنا بقول لك لا مش لازم عليه، بس أنا عرفت من حكمته أنه لن يترك هذا الخلق يضل، لأنه سيكون عبث وسيكون استفسادا عاما لهذا الكون، أو سيكون سببا لفساد هذا الكون إن لم يرشد عباده الذين خلقهم أن يصلوا إلى الطريق الصواب. فأرسل رسلا، أرسل رسلا عدة وكثيرين جدا لا حصر لهم، ثم ختم هذه الرسالة بكتاب واحد اسمه القرآن، بليغ بليغ في كل ما يمكن أن يتصور الأستاذ مراد، ولا يستطيع أن يأتي بمثله لا آية ولا سورة ولا كتاب من مثله، يرشد الأستاذ مراد وأبناء الأستاذ مراد والأجيال التي ستأتي وتأتي بعد الأستاذ مراد إلى الطريق الصواب وإلى الجنة. هل الأستاذ مراد يرى خللا في ذلك؟ وحبذا لو يوضح لي سبب المنع، وهذه قضية منطقية يا فندم أنك توضح سبب منعك لكلامي، وتفضل. طيب يا أستاذ شتيلة، أنت الآن يعني تعود بنا إلى يعني ما هو المانع العقلي أو الإمكان، دليل الإمكان، فالصفات التي حضرتك أثبتها لله، ما هو المانع إذن أن يقوم ذلك الإله بإرسال رسالة للبشر؟ هذا واحد، هذا هو مجرد فقط كلام يا أستاذ شتيلة، مع احترام الشديد لحضرتك، وليس بدليل. أنت حضرتك تدعي ما زلت ادعاءات، يعني كله كلام في كلام في كلام. لما نشوف مسألة أن هذا القرآن، أنا حبيت أن حضرتك تطرقت إلى هذه المسألة، أن هذا القرآن من عند الله، والدليل على ذلك أنه معجزا في كل ما فيه هذا القرآن، ولا يستطيع البشر على الإتيان بمثله، لا هم ولا الجن. هذا التحدي كسر من داخل القرآن، وأنا كررت هذا الكلام عدة مرات في عدة رومات، وأعيده على مسمعك لعلك لم تسمع ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى تحدى البشر الإنس والجن على أن يأتوا بصورة من مثله، وهذا التحدي كسر. يعني الآية التي تقول واللاتي والعزة ومنات الثالثة الأخرى، الآية التي نسخت وكان يقول فيها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آيات ثم سحبها، فهذا الفاير وول الإلهي أو الحاجز اخترق، تم اختراقه من قبل الشيطان، فهذا التحدي ساقط من داخل القرآن ومثبت. فحضرتك لما تقول لي أن هذا الكتاب معجز وتحدى فيه الله البشر أو الإنس والجن من داخل هذه المنظومة وهذا الكتاب، أثبت لك أن هذا التحدي ساقط، وتم إلغاء هذا التحدي من يوم أن كتب هذا القرآن. هذا واحد. الأمر الآخر أنه حضرتك تستدل دائما على أن صفات الإله هي مجبرة وملزمة لهذا الإله على أن يبعث رسالة للبشر. أنا أطالب حضرتك بالدليل، أين الدليل على أن هذا الكتاب من عند ذلك الخالق؟ أنت حضرتك ما زلت لحد الآن في 4 مداخلات، وأنا استمعت لحضرتك بكل أذان صاغية، تقول كلام مرسل لا يوجد فيه لا دليل ولا تدليل ولا حتى أي برهان، ما فيش أي أمر. ومثل ما الدكتورة حنان، أنا لا أريد أن أعود لمداخلة الدكتورة، تطرقت لهذه المسألة وقالت لك أن المسألة مجرد إيمانيات لا يوجد عليها أي دليل، هذا الكلام أزعج حضرتك. لماذا؟ يعني هذا ما يقول به كل إنسان، سواء كان يعني مؤمن أو لا ديني أو ملحد أو غير ذلك. ولكن أنا يعني استشفيت أن حضرتك انزعجت جدا من كلام الدكتورة، لأنها تقول وتدعي أنها مؤمنة مجرد إيمان وليس عندها دليل وهي مسلمة، فأنت استنكرت عليها كيف تقول بهذا الكلام، وهذا الكلام هو الكلام الصحيح، لأن كل إنسان عاقل ويحكم العقل يستطيع أن يقر بأن هذا الإدعاء لم يأتي عليه أي دليل بأن هذا الكتاب من عند الخالق أو من عند الله. فحضرتك ادعيت أن لديك أدلة، ولم تقدم لحد الآن لنا أي دليل على هذا الكلام اللي حضرتك تقول فيه. فممكن للمرة الأخيرة حضرتك تقدم لنا دليل يا أستاذ شتيلة على أن هذا الكتاب من عند الله؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ مراد طبعا قال لي إن هو استمع لي، لا هو سمع ولم يستمع، والفرق بين السمع والاستماع هي أنك قد تسمع كلاما ولا تفهمه، فهنا يكون أنك لا تستمع، أنت فقط سمعت مجرد ألفاظ ولم تفهم مدلولها. هذه واحدة. الثانية، هو لم يوضح سبب منعه أن يكون هذا الكتاب مرسلا من عند الله، ثم تطرق للأستاذ حنان، ولا أعلم ما علاقة الأستاذ حنان بالعقل أصلا وبالنقل حتى يستشهد بها، وكأن الأستاذ حنان اسمها حنان هيوم مثلا أو غيره، فلا أعلم ما حقيقة استشهادك بالأستاذ حنان. هذه الثانية. الثالثة، أنا لم ألزم الله أو لم أجبره بأي شيء من هذه الأشياء المدعى في كلامك، وأنت ادعيت أنني لم آتي بدليل، وكان نقاشي بيني وبينك أنك أصالة يجب أن تقل لي ما هي الصفات، فبما أنك تنزلت وقلت أن من صفاته الحكمة، فقلت لك أن من حكمته كذا وكذا حتى لا أعيد نفس الكلام ويمل الناس منا، فحضرتك منعت هذا الكلام من نفسك وانت قاعد كده قلت لي لا أنا مش شايف أن الكلام ده صح، مش صح لي، ما قلت ليش مش صح لي. هذه الأخرى، بما أنك تطرقت للغرانيق العلا وإلى آخره، أنا أمام 520 بني آدم، أتحداك أن تأتي بحديث واحد صحيح يثبت هذه الرواية، قلناها وعدناها آلاف المرات أن هذه الرواية غير صحيحة، ثم يبدو أن حضرتك لا تفهم أصلا معنى التحدي والإعجاز في القرآن الكريم، وتظن أن أي كلام جاء بنمط معين يكون ضربا للإعجاز. يعني حضرتك متخيل مثلا أستاذ مراد لا يفقه اللغة العربية أحسن من شريف الجرجاني مثلا، فهو علم أن الغرانيق العلا فيها بلاغة ونظم وإلى آخره وإعجاز أعلى من القرآن الكريم. طب ما دلالة هذه الآية؟ يعني هل هذه الآية مثلا دلالتها دلالة عقلية عند الأستاذ مراد، دلالة وضعية، دلالة عادية؟ يعني ما هي الدلالة التي استشهد بها الأستاذ مراد أن هذه الآية تثبت خطأ القرآن الكريم وتثبت أن القرآن الكريم ليس من عند إله، أن مجرد شخص ما جاء وادعى رواية ما وقال الغرانيق العلا، لا، العلاء المعري له كلام أفضل من ذلك وأكثر نظما من ذلك، بل وأكثر وقوعا في النفس من ذلك يا أستاذ مراد، وحبذا لو تذهب وتقرأ حتى تستدل علينا به وليس بالغرانيق العلا وقصة كاذبة ليس لها أساس من الصحة. هذه الأخيرة، أستاذ مراد، ما سبب منعك أن يكون من حكمته سبحانه وتعالى أن يرسل كتابا أو يرسل رسولا أو يرسل ملكا إلينا؟ أستاذ مراد، ما سبب منعك؟ وليس لم يعجبني، لم يعجبني دي وانا وحضرتك واقفين على نص الشارع بنتكلم، ما سبب منعك في نقاش عقلي وانا لم اتطرق للامكان العقلي ولا للامكان العادي ولا للوجوب العقلي ولا للوجوب العادي؟ تفضل يا استاذ مراد قدام الناس، ما سبب منعك لهذه؟ طيب يا استاذ شتيلة، انا لم امنع ولم اقول ان هذا ممنوع عقلا، انا قلت لك ان هذا مساله الامكان ما زالت قائمه، ولكن انا قلت ان حضرتك لم تقدم اي دليل. لما الآن نأتي ونقول أن الأستاذ شتيلة إنسان متعلم، إنسان مؤدب، إنسان له وزن، وإنسان حكيم، ونقول أنا لديك مثلا مصلحة معينة أو شركة وأردت التواصل مع أحد، تمام؟ هذه الصفات الموجودة عند الأستاذ شتيلة إذا هو أراد، يعني في عنده إرادة معينة للتواصل مع شركة أخرى في التجارة أو شيء معين، فهذا يجعل من الممكن أن الأستاذ شتيلة يتواصل. ولكن الآن لنقول كالتالي، في هنالك ادعاء، شخص ادعى أن الأستاذ شتيلة اتصل به والأستاذ شتيلة غير موجود، نحن لا نستطيع أن نذهب ونسأل الأستاذ شتيلة ونتحقق أنه فعلا، هل قمت يا أستاذ شتيلة يا حكيم يا مهذب يا عالم يا قادر على إرسال الرسالة لذلك الشخص بالبوست أو بالبريد أو بالإيميل، هل حضرتك قمت بهذا العمل؟ لا نستطيع الوصول لشتيلة لنسأله حضرتك أرسلت هذه الرسالة أم لا؟ فهذه الإمكانية غير موجودة. ولكن هذا الشخص المدعي كرر وقال أنه وصلتني رسالة من الأستاذ شتيلة. نحن لا ننفي أن الأستاذ شتيلة لديه الإمكانية لحكمته وعلمه وقدرته على إرسال الرسالة، نحن نستشكل على صاحب الرسالة الذي ادعى بدون دليل أنه استلم رسالة من الأستاذ شتيلة. هذا واحد. هل هنالك ختم معروف للأستاذ شتيلة متداول فيما بين أصحاب الشركات حتى لو كان هو بيزنس مان مشغول يعني يجوب العالم، استحالة أن تلتقي به إلا بموعد أو تحدد ساعة ربما تنتظره عدة أشهر لتلتقي به حتى لو في مكالمة هاتفية؟ هل يوجد مثلا خاتم للأستاذ شتيلة على رسائله أو إيميلاته غير قابل للتزوير يوضح أن هذه الرسالة المتلقاة نستطيع عن طريقها أن نثبت أن هذه الرسالة من عند الأستاذ شتيلة؟
إذا كان هذا موجود فنستطيع أن نقر بأن هذا المدعي الذي قال أنه وصلتني رسالة من الأستاذ شتيلة، أنا فعلا هذه الرسالة ربما تكون هذا الدليل قاطع أو غير قاطع أن هذه الرسالة مبدئيا قد تكون عند الأستاذ شتيلة. هذا واحد. بالنسبة للأمر الآخر يا أستاذ شتيلة، هذا الإدعاء اللي حضرتك قلت عليه، هنالك 17 مصدر لمسألة الغرانيق وموجودة، وممكن الآن أحط لك الرابط، أبعته لهاشم المهاجر يحطه، أحطه فوق والعالم يقرؤونه. الوحيد الذي ضعف هذه الروايات غفر الله له ورحمه الشيخ الألباني، وألف كتيبا في ذلك، قال لك المناجيق أو المجانيق عفوا في تكذيب قصة الغرانيق، كذب 17 مصدر موجودين في التراث الإسلامي تقر بأن هذه الحادثة حصلت. لماذا؟ لأن هذا يعتبر ضرب صارخ وواضح وصريح في التحدي القائم على أن القرآن من عند الله ولا يمكن الاتيان بآية أو آيات مماثلة له. معنى كل هذه المصادر تقر وتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة كان في قريش عند الكعبة وقرأ هذه الآيات، وسجد من كان معه من المسلمين وسجد معه كفار قريش لأنه عجبهم ما قيل في آلهتهم. وحتى ذكروا على ذلك أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا ولم يستطع السجود هو ورجل آخر، فأخذوا حفنة من التراب ووضعوها على جباههم، وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى منزله أو بيته فأتاه جبريل ورجعه في هذه الآيات فقال اقرأ لي ما قرأت، فقرأ فقال أنا لم أأتي بذلك. فقيل بعد ذلك حتى في سورة الحج آية تقول ما كان من نبي، أعتقد أن النص مش حافظه ولكن الآية يعني فحواها يقول أنه ما كان النبي أن تمنى إلا أن يلقي الشيطان في أمنيته. فهذا كان سبب ودليل آخر على أن هذه الآية في سورة الحج تؤكد هذه الحادثة التي حدثت في مكة والتي موجودة في سورة أعتقد أي سورة كانت فيها الآيات المذكورة اللي هي اللات والعزة، أعتقد لا تذكر الآن اسم السورة. ولكن على أي حال فهنالك أدلة قاطعة يا أستاذ شتيل أن هذه الحادثة حدثت، وأنت الآن تأتي وبكل بساطة تستطيع أن تقول أن هذه الحادثة ملفقة وتريد أن تنفيها، وهذا ما فعله بالضبط الشيخ الألباني. لم يأتي أحد من قبل وقال أن هذه الحادثة غير صحيحة وملفقة إلا رحمة الله عليه الشيخ. بكفي تقدر تجد الكلام تاني يا مراد. الله يعزك والله. لأنه تنبه إلى هذه المسألة. مراد بس عشان أنت بتجد الكلام تاني. لا يقطع عليك يا مراد. بقالك شهور قاعد معانا وجاي بتحتج على القرآن كله برواية. يعني يا نبي يا مهاجر أنت. يعني هو أنا عايز اللي تغلبه العبه اللي تغلبه العبه يعني. يا مهاجر. يا مهاجر يعني انا اتفضل يا شتيلة ايه في المايك خلاص يا مراد انتهينا اتفضل يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مراد خليه يرد عليك يا مراد انا كان اعتراضي معاك على انك خارج المناظره اصلا اختم يا مهاجر انا كنت هختم خلاص خليه خليني اختم اول شيء الامر الاخر دائما بتستشكل علي والله انا لاني فاتح لك الباب عندي وبستضيفك في البانل يا مراد تاتي وتستشكل على القران امس يا مهاجر بتقول لي يا مراد قول لا اله الا الله وانا محمد رسول الله قلت لك يا وليد ما فيش سهم المؤلفة قلوبهم يا وليد التغى لو في شيء اسمه سهم المؤلفة قلوبهم حنطقها يعني قصتك معايا مش مع الأستاذ وليد يعني حضرتك بدك يا وليد حتى أتي عندك على البنل أوافقك في كل ما تطرح وكل ما تقول حتى يكون لي الحمد والبركة يعني أسلم لك ممكن أتكلم أنا بقى أستاذ بارك مرات. الله فيك بس يا مراد الله يرضى عليك الله يرضى عليك ويدينا ويدينا جميعا اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هو لم يرد عن سبب المنع طبعا كالعادة لا أحد فيهم يستطيع أن يرد على ذلك لأنه لا يفهم ما معنى كلمة المنع. ثانيا هذه الرواية هو قال 17 مصدرا وسآتي بمصدر واحد وأرسله للأستاذ هاشم قال 17 مصدرا وسآتي بمصدر واحد أرسله للأستاذ هاشم أن الوحيد الذي ضعف هذه الرواية هو الألباني ابن حزم ابن كثير الطبري والألباني ضعفوا هذه الرواية. أنت لا تستطيع يا أستاذ مراد أن تأتي برواية واحدة صحيحة لا تستطيع أن تأتي برواية واحدة صحيحة على شرط المحدثين بما أنك تأخذ من عندنا أو يتصل سندها بنقل عدل. أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. هذا تحدي أمام الناس هو وأنك تجيب الرواية وتحطها فوق عندنا وتقول لنا الرواية صحيحة 100% والمسلمون قالوا بها وإلى آخره.
سبب المنع هو لم يذكره لا من قريب ولا من بعيد، هو فقط تطرق لأمور لا أعلم ما الغاية منها. طيب هو قال لي أنا هل يستطيع أحد أن يأتي ويقول هذا هو الختم، هذا هو كذا، هو كذا، هو كذا؟ قلنا لك أن خرق المعجزة، أن خرق العادة، المعجزة اسمها خرق العادة، خرق العادة هو دليل على النبوة. عندي أنا دليل عادي، أنت بقى شايفه أنه مش دليل، تقول لي برضو ليه هو مش دليل. أنا بقول لك إن جاء نبي وخرق لك البحر وقال أن هذا البحر الذي لا يخرق عادة، وهذا البحر الذي لا ينفلق عادة، وهذا القمر الذي لا ينشق، وهذه العصا التي لا تتحول إلى حية، أحولها لك حية، وأنت نفسك، أنت نفسك يا أستاذ مراد تثبت وجود إله وأنه قادر على أن يخلق هذا الكون ويضع فيه عاداته، وقادر على أن لا يخلق هذا الكون وأن يغير عاداته، فبما أن هذا النبي جاء أمامك وخرق العادة التي تسلم بها أصالة، فبالتالي هذا دليل أن هذا الفعل لا يكون إلا من عند خالق هذا الكون أو خالق هذه العادة. وكما نقول خالق العادة هو نفسه خارق العادة. أنا أخذت دقيقة 23 ثانية يا أستاذ مراد وليس 12 دقيقة. طيب يا أستاذ شديدة، أنت الآن ذكرت ما يسمى بالمعجزات والخوارق لما هو طبيعي أو القوانين الفيزيائية في هذا الكون. حضرتك حتى تدلل على أنه حدثت خوارق لهذا الكون، هل هذه الحوادث ممكن حضرتك أنها تثبت أنها حدثت بالفعل أم أنه مجرد ادعاء؟ نأتي ونلف وندور في نفس المسألة، هي ادعاءات لا يوجد عليها أي دليل. ولكن حتى لو ذهبنا إلى بعد من ذلك وقلنا أن النبي موسى عليه السلام شق البحر، وأن سليمان عليه السلام كلم النمل، وأن كل نبي أو رسول كان له معجزات، فحضرتك تستشهد على أنبياء ليس نبي الإسلام، ليس محمد عليه الصلاة والسلام. يعني النبي نفسه قال سبحان ربي حينما تحداه كفار قريش ما كنت إلا بشرا رسولا. فأنت تأتي وتستدل بأنبياء ورسل آخرين في أديان أخرى وتقول بأن هذه الخوارق للعادات حصلت، وعلى ذلك فأنا أتبنى هذه المسائل وأقول بما أن هذه المعجزات حدثت، ونضع هنا خطين تحت كلمة حدثت وليس هنالك أي دليل على حدوثها، هي ما زالت مجرد ادعاءات. تأتي وتسقط هذه الادعاءات التي لا دليل على حدوثها وتقول أنها معجزات لدى الأنبياء، وتسقط هذه المعجزات على أنها أيضا معجزات حدثت على يد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أيضا مجرد ادعاء، وهذا الادعاء باطل وألفت فيه كتب، وحتى تم زيادة هذه المعجزات من البداية إلى تقريبا 3000 معجزة حدثت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما القرآن يقول وما كنت إلا بشرا رسولا. حاول تختم يا مراد. ختمت يا وليد. طب مراد انت عملت انتقل من نقطة لنقطة، ايه الحل؟ بس انا ممكن اقول على شتيلة يا وليد، انا اتكلمنا في اثبات الاله قلت ماشي. طيب ممكن قلت ماشي دلوقتي في دلائل النبوة. يعني انا لما اجي اتكلم طيب. يعني دلوقتي ممكن اقول يا شتيلة اتفضل، انا اسف. اعطيك وقت شتيلة، انا اسف. طيب خلي يا وليد اسمع اللي ممكن ادير الحوار. طيب انا بس عايز اقول حاجه استاذ، عشان لانه ياخد اي تدخل من طرف ثالث في الحوار وتك بيخرب الحوار على طول. انتهى الحوار بين اثنين، خلي الحوار بين اثنين تماما، يعني ما لا تتعلق ولا تجيب راي ولا تقول، المستمع هو تحت هو اللي بحدد تحديدا، يعني ما في حد يوجهه باي كلام. فالحوار بين مراد يا خشاتي خلي الحوار يكون بيناتهم الاثنين، ونتقي رب العالمين في الاداره. انا مع الغريب يا حلول. لا 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 تتدخل ولا تعلق ولا تشير ولا تعطي اي يعني اي نوع من انواع التلميحات. الحوار يا فضل 3 دقائق عندك، فضل انتهى الموضوع. لا بس هو ما خدش 3 دقائق استاذ حنون، بس انا مش طيب خلاص خلينا نضبط لكم الوقت. 3 دقائق لا لا انا مش محتاج 3 دقائق في كل رد، يعني لانه هو لا يرد على اي شيء، هو لم يأتي بالرقية. طيب المهم خليها 3 دقائق، زي انت عايز تنزل باقي الوقت براحتك. طيب خلينا نخديها، خلي شديد يتكلم. هو انت مش لسه متكلم؟
لا لا انا بقول خلي شتيلة يتكلم. ما انا كده بعد شتيلة، انا بعد شتيلة هحتاج فقط لثلاث دقائق، لان لا حطوها الزمن خلاص، الزمن سابي ثلاث دقائق زي تاخذ كفتك الحمد لله. عايز تنازل براحتك اتكلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ مهاجر أحييك على يعني ما قلته، أحييك جدا، يعني أنا أشهد الله أن فعلك هذا يعني فيه مروءة عظيمة. طيب أستاذ مراد، أنت لم تأتي بالرواية التي ادعيت أنها 17 رواية، وأحسب الأستاذ هاشم لسه ما حطهاش فوق، يعني هي لسه ما جاتلوش، وبما أن الأستاذ هاشم ما حطهاش فوق يعني حضرتك ما جبتهاش، فدي دلالة عادية عندي. ده رقم واحد. رقم اثنين، أستاذ مراد، أنت لم تبين إلى الآن بعد المداخلة الـ 14 تقريبا 15 مش عارف يعني رحت وجيت، وإلى الآن لم تبين سبب منع أن تكون من حكمته عز وجل أن يرسل لنا رسولا، أنت لم تبين منع ذلك. ولما قلت لك أن الدلالة العادية على أن هذا النبي جاء من عند المولى هو أنه خرق العادة، لأنك تسلم معي أن هذا المولى عز وجل أو هذا الإله الذي تثبته، ولا أعلم أنك كيف تثبته أصلا، ما علينا، هذا الإله الذي تثبته خلق هذه العادات والقوانين وهو القادر على خرقها. طيب هذا الإله لما خرق العادة لموسى وعيسى وسليمان وداود وهارون وكل هؤلاء ومحمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يدل ذلك على أن هذا النبي جاء من عند المولى عز وجل؟ هو أنت جبت منين أنه هو عمل المعجزات؟ لا خلينا دلوقتي في الدلاله العاديه يا فندم، ما تنطريش كل شويه. ايه يعني احنا مش قاعدين في استراليا هنا كان غيروا عاملين نط ورا بعض؟ خلينا في مساله واحده، مع انك انت في ثلاث مسائل لا ترد عليها. رقم واحد امام الناس ان تاتي بالدليل على ان هذه الروايه صحيحه اثبتها المسلمين. رقم اثنين، ما المانع ان تكون من حكمته عز وجل ان يرسل رسولا او ان يكتب كتابا وينزله لنا؟ رقم ثلاثه، كيف تمنع ان تكون الدلاله العاديه هي دلاله على ان هذا النبي جاء من عند المولى؟ دقيقه او 12 ثانيه. طيب فضل استاذ مراد. طيب يا حنون، انا حقر الان الرد على مساله الغرانيق واحتاج تقريبا لثلاث او اربع دقائق، ارجو ان يكون هنالك لديكم ساعه صدر. واحد، يعني تبدا المساله كالتالي ردا على ما قاله الاستاذ شتيله، ان قصه الغرانيق العلا معروفه لدى الجميع، وهي القصة التي جعلت من الألباني يؤلف كتاب اسمه نسب المجانيق، وقد حاول بكل ما استطاع تصنيف الروايات، تضعيف الروايات، ولكن يقال أنه في تضعيف هذه الروايات كان هنالك في نوع من التدليس. تمام، لأنه في أدلة على ذلك، إنه هذه القصص أو هذه قصة الغرانيق حدثت، موجود أن كلام الحافظ ابن حجر كان في هذه المسألة موجود، فلم تجد كتاب إسلامي يخلو من قصة الغرانيق، وذكر المفسرون في عدة مواضع القصة، وهو تفسير لسورة الحج اللي هي 52، الآية 52، والنجم، سورة النجم 19، والإسراء 4. ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الآية اللي هي في سورة الحج، إلا ألقى الشيطان على لسانه. المحدث اللي هو طالبني بالمصادر السيوطي، المصدر أسباب النزول السيوطي. الصفحة أو الرقم يا سيدي، السيوطي السيوطي، المهم لا تدقق، الرقم 201، الراوي سعيد بن جبير، خلاصة الدرجة إسناده صحيح، لهذا أخذ أو أخذ بالرواية الكتاب. بس الكتاب بعد إذنك، كتاب أسباب النزول، كتاب ممكن تدي اللينك فوق كده وتجيب لنا الدليل إنه قال. لحظة لحظة، خليني أكمل، خليني أكمل، وأرجو يا حنون في مداخلتك يا شباب، أطلب طلباتك. أرجو يا حنون إن هذه المقاطعات تحسبها من الوقت الممنوح لي. نعم نعم، أطلب أي طلب، أي طلب عايزه يا شاتين في وقتك إن شاء الله. تفضل. النقطة التالية، النقطة التالية الأهم من هذا كله، أن الواقعة التي تفضح أن الألباني حاول التستر على هذه القصة موثقة في مصدر قرآني آخر، وليس مجرد سورة النجم، وهي الآية 45 من سورة الزمر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذه سورة الزمر الآية 45، ومعنى الآية واضح، أنه يتكلم عن فرحة المشركين بذكر ما يؤمنون به، وإذا ذكر الذين من دونه، يعني الأوثان،
حين ألقى الشيطان في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته سورة النجم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى أو لا ترتجى. قال جماعة المفسرين، مش أنا اللي قلت يا أستاذ، جماعة المفسرين قالوا إذن هم يستبشرون، أي يظهر في وجوههم البشر والسرور. الآن النقطة الخامسة، الطبري في تفسيره وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، القول في تأويل قوله تعالى وإذا ذكر الله أو إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يقول تعالى ذكره وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات، وعلى بقوله اشمأزت أي نفرت من توحيد أو من توحيد الله. وإذا ذكر الذين من دونه، هذا كله هذا من وين؟ من تفسير الطبري، يقول إذا ذكر الإله التي أو الآلهة التي يدعونها من دون الله فقيل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون، كما يقال في حديث حدثنا بشر قال ثنى يزيد قال ثنى سعيد عن قتادة قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي نفرت قلوبهم واستكبرت، وإذا ذكر الذين من دونه الآلهة إذا هم يستبشرون. وهنالك حديث آخر رقم 23236 حدثني محمد بن عمرو قال ثنى أبو عاصم قال ثنى عيسى وحدثني الحارث قال ثنى الحسن قال ثنى ورقى جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله اشمأزت قال انقبضت قال وذلك يوم قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة، قال ثنى أحمد قال ثنى إصبات عن السدي قوله اشمأزت قال نفرت وإذا ذكر الذين من دونه أي أوثانهم. والآن المصادر قلت لك إياها 17 مصدر مش حطيل فيها لأن الوقت لا يسمح الآن. لا طيلة طيب يكفي تفسير البغوي، لحظة تفسير البغوي بعد ذلك تفسير سورة الإسراء بعد ذلك سورة الحج بعد ذلك الآن وصلنا إلى الدليل رقم 8 بعد ذلك إعذار العلماء لتدخل الشيطان في الوحي ونسف عصمة الوحي هذا 9 واختلفوا في ذلك والمسألة مفصلة هنا عندي ولكن تحتاج لبعض الوقت. 10 أنه في النهاية أي في نهاية هذه الرواية من كثر وجودها في الكتب والمراجع الإسلامية احتار بعضهم في إيجاد عذر للرسول لإنقاذه من هذه الورطة، يعني حتى علماء المسلمين كانوا يستصعبوا أنه يجدوا الأعذار حتى يخرجوا النص القرآني أو الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الورطة، ومنهم من قال بالناسخ والمنسوخ ومنهم من كذب وقال أن كل هذه الرواية لا أصل لها من الإطلاق كما يدعي الأستاذ شتيلة. طيب الصورة واضحة تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما سمع السادة المستمعين الكرام الأفاضل، الأستاذ مراد لا يفهم أصلا معنى حديث صحيح عندنا ولا مرسل ولا غيره، هو نقل الروايات كلها، قال لك أن هذا قال صحيح. صحيح نسبة لمن؟ لا ما أطيعتك كما سمع السادة المستمعين. جاي لك واحدة ما تخافش واحدة من غير مقاطعة يا أستاذ مراد، مراد وقتك تاخد وقتك كامل. هو لا يفقه الفرق بين الحديث المرسل والحديث الصحيح، لا يفقه أي شيء من هذه الأشياء، وهو فاتح بي دي إف بيقرأ وبيكملش اللي بعده. يا إلهي لا لا لا، يعني أرجوكم الاثنين من غير شخصنا، يعني ما في داعي نهائي. هو بشخص أنا يا شاتيلة أرجوك يا شاتيلة، لما يقول لك كما سمع السادة خلينا في صلب الموضوع من غير شخصنا. نعم أنا سامي يعني هو طيب طيب لا عشان بس عشان ما لأنه بالصراحة الخطوة اللي بعد الشخصنة هيكون فيه سب وشتم وعشان يدخل كمان في قصة عارف. طيب خلاص خلونا زي في النقطة العلمية فقط.
تفضل يا ولا يا استاذ حنون انا لا اسب ولا اشتم. خلاص بقى يا استاذ مراد عادي، انت لو قلت لي انت لا طيب خلاص يا استاذ مراد، خلاص يا استاذ مراد يا استاذ مراد انت لو قلت لي لا تفقه فيها بالجيم مش هزعل طيب. يعني عادي ربنا خلق الناس بعقول محدوده، في واحد عقله يستوعب وواحد عقله لا يستوعب، مش عيب يعني، ربنا اللي انت بتثبته خلق ده. المهم كل الروايات الذي القاها على ما سمعنا لم ياتي بها لم ياتي باي روايه مسنده اسنادا صحيحا الى رسول الله، بل قال أن كل المحدثين قالوا بها إذن هي صحيحة، كل المحدثين قالوا أنها ضعيفة. وأنا أتحداك الآن أمام الناس أن تأتي بحديث واحد عن هذه القصة مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتحداك أمام الناس وأعلن إلحادي إذا أتيت بهذا الحديث قدام الناس، أهو قدام 700-600 بني آدم بيسمعني. يا أستاذ مراد عندك فرصة عظيمة إن أنت تحرج واحد مسلم وتخليه ملحد، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الأستاذ مراد إلى الآن لم يرد على سبب منعه أن تكون من حكمته عز وجل أن يرسل رسولا أو أن يكتب كتابا. القضية الثالثة، الأستاذ مراد لم يرد على مسألة أن الدلالة العادية هي دلالة على صدق مدعي النبوة بأن الذي خلق العادة هو الذي خرق العادة. هي ثلاث أسئلة، طلب وسؤالين قدام 600 بني آدم. أتمنى من الأستاذ مراد بدل ما يعمل خطبة على طول يجاوبنا، يجيب اللينك يوريهم فوق أهو يا جماعة، هذا الرجل الإمام المسلم نسب هذه القصة، وكل الذين رواها عدول لم يكن فيهم كاذبا ولا علة ولا شذوذ ولا آخره، وهي صحيحة لرسول الله. إذن يا شتيلة اعلن كفرك بالإسلام، أنا بشهدك أمام الناس يا أستاذ مراد أنك لو أتيت بدليل واحد على أن هذه القصة صحيحة نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ وقتك سألحد معك. القضية الثانية، أنك لم توضح لي ما سبب منعك أن تكون من حكمته عز وجل أن يرسل رسولا. القضية الثالثة، أنك لم تقل لي إلى الآن لماذا الدلالة العادية على أن خرق المعجزة هو دليل على صدق مدعي النبوة أنه جاء من عند الإله عز وجل. اتفضل هعمل شيء لحد ما حضرتك. صحتين وعافية على الشاي. إذا أتيتك يا أستاذ شتيلة في حديث من البخاري ومسلم وأنتم عندكم في الحديث العنعنة وتقولون أن كل ما جاء في البخاري ومسلم فهو صحيح، فهل تعتبر هذا دليل؟ ولا حضرتك ستقول لا أنا سأضاعف ما هو صحيح في البخاري ومسلم؟ هات يا فندم يلا. طيب أقرأ لك. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافر. حديث الآخر، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وتراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا موجود عندك في صحيح البخاري ومسلم. إذا الآن ستأتي وتقول يا أستاذ أن هذه الأحاديث غير موجودة في صحيح البخاري، لا موجود البخاري ومسلم. موجودة وأنا لا أستشهد بها، معناته خلاص أنت حر في ذلك. لا هي موجودة وأستشهد بها حتى، ولكن إذا أردت تأويلها وأنها تقول أن هذه، لا بس هو فين الغرانيق في الحديث يا فندم؟ ما هو اذا انت ستاتي وتقول لي يعني اذهب للشروحات يا استاذ شتي. لا هات انت الشروحات. اذا انت حضرتك ستقول لي ان هذه القصه كلها تتنافى مع قصه الغرانيق، وان كل ما ذكر ان الوليد بن المغيره اخذ حفله من تراب ووضعها على جبينه وقال اخيرا محمد ذكر الهتنا بغير سوء فلذلك سجد معهم، إذا حضرتك تنفي كل ذلك لمجرد أنه غير موجود في هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم كلمة الغرانيق، فأنت حر يعني احتكم لمنطقة وعقلك أول كما تشاء. أستاذ مراد فين الغرانيق في الحديث اللي أنت جبته؟ أستاذ مراد فين الغرانيق في الروايتين اللي أنت جبته؟ ما هو قال لك لما قرأ سورة النجم الرسول فين بقى الغرانيق؟ مش موجودة كلمة الغرانيق.
مش موجودة في الحديث، إذا الحديث لا يخدمك. الحديث لا يخدمني، ولكن الرواية مستدل عليها بهذا الحديث يا أستاذ، والمصادر الإسلامية. الحديث أنت أنا مش أنا اللي استدلت. حديث صحيح. مش إلى أنا اللي استدلت. سيد مراد، سيد مراد، يعني هل تظن أنك أول حد أنا أكلمه يلعب اللعبة دي؟ هل الحديث الذي جئت به الآن أنا تحدث أمام 600 بني آدم، تحدث واحد اسمه الأستاذ مراد أن يأتي بحديث صحيح لرسول الله فيه رواية الغرانيق يا شتيلة؟ أمام 600 بني آدم، هل أنت المشكلة؟ طيب أكمل أكمل معنا يا أستاذ مراد. يا شتيلة هنالك لا لا دقيقة دقيقة يا أستاذ مراد، دقيقة خلاص أكمل في دقيقة. لا لا دقيقة عندك دقيقة تكمل. آخر شيء أقول، نعم تفضل. شوف المشكلة يا حنون، دائما يعني المسلم يستشكل ويستخدم دائما المنطق والبناء المنطقي والاستدلالات العقلية التي تخدمه في الاستدلال على شيء معين، ولكن لما تأتي له بشيء من القرائن التي ممكن أن ترتقي لأن تصبح برهان أو دليل على حادثة معينة، ينسف المنطق في لحظة ولا يعمل عقله. يعني الآن هو الأخ شتيلة كغيره من المسلمين أصبح إنسان زئبقي لا تستطيع الإمساك به لا من اليمنى ولا من لا 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 من غير شخصنة، من غير شخصنة، من غير شخصنة. مش شخصنة هذا، مش لا 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 ما تجمع لا لا أرجوك لا هو لا لا ما تجمع الشخص نهائيا في ذاته. خلاص يا أخي سحبناها، يا أخي سحبناها حتى ما يزعل منها الأستاذ. شو لا يعتذر الآن دائما يعني الحادث أو اللي دائما مشاهد من قبل المحاور المسلم انه دائما ياتي على ادق الامور ويقول لك اذا هذه الكلمه مش مذكوره معناته هذه تنفي كل القصه، بينما هو في كل استشهاداته ياتي من الشرق ومن الغرب ويربط كل شيء بكل شيء حتى يثبت مساله ويقول لك عادي ما في اي مشكله. طيب يعني هو يستخدم العقل والمنطق في بعض الامور ويضرب العقل والمنطق في أمور أخرى ويقول لك مجرد عدم ذكر هذه الكلمة في الحديث فهذه لا تدل على خلاص أن هذا الحديث خلاص يتحدث ممتاز. عن مسألة ممتاز. الغرانيق ممتاز. الآن شتير كلام واضح، يعني أنت طيب. الآن كانت نعم تتلاعب نعم تريد تتلاعب بالنص يعني بالحرف. صحيح نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بذكره تحلو الحياة. الأستاذ مراد بدأ روايته بأن الغرانيق والرسول ذهب وقال الغرانيق ورحنا وجينا، وهذه الرواية والأستاذ هاشم والأستاذ وليد حاضرين من أول الروم حدث كنتش موجود، وقال فيها باللفظ أن لديه، لو أستاذ مهاجر وأستاذ هاشم موجودين يرمشوا بالمايك، أن لديه 17 رواية أن المسلمين صححوا هذه الرواية بتاعت الغرانيق مش قصة السجود وقراءة النجم. ولما أنا تحديته أمام 600 بني آدم إن هو يأتي برواية واحدة فقط صحيحة، واحدة فقط صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر لهذه القصة، راح جاب لي فتح الكتاب وراح جاب لي روايتين ما لهمش علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه القصة، وحتى الذين أسندوا القصة الرواية لم يتكلموا عن هذه الرواية، وراح اتهمني أن أنا زئبقي وإلى آخره. ففشل في ذلك فشلا ذريعا. وأتمنى من الناس كل ما تشوف الأستاذ مراد تقول له فين الغرانيق يا أستاذ مراد. هذه الواحدة. الثانية، الأستاذ مراد لم يرد من أول الغرفة إلى الآن على مسألة ما المانع أو كيف يمنع أن تكون حكمته عز وجل أن يرسل رسولا أو أن يكتب كتابا وينزله إلى البشر. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة التي يعني صوتي راح فيها ورحت عملت شاي وجيت وهو لسه بيتكلم، كيف لا تثبت أو كيف تمنع أنه إذا جاء أحد وخرق عادة أنت مقر معي بما أنك تثبت الإله أنه هو خالق هذه العادة وخرق هذه العادة رؤيا العين، فلق البحر، شق القمر، قلب العصا حية، جعل الشمس تخرج من مغربها ليس من مشرقها إلى آخره من خلاف العادات الموجودة، كيف تستطيع أن تثبت أنه يكذب أو كيف تمنع أن يكون هذا من عند الإله يا أستاذ مراد؟ وإنت بتتكلم دور على الغرانيق علشان الناس ما تقعدش تسألك فين. طيب يا أستاذ شتير أنا سمعت لك طيب كلام مكرر. أنا يعني اللي من ممكن أنا أجيب لك المصادر، ولكن يعني ما كان هنالك في الذاكرة فأنا قرأته عليك. اسمعني أنا قرأت لك إنه الحديث الموجود حديثين صحيح البخاري ومسلم، ولكن هنالك أنا حسب قراءتي في هذا الموضوع ومن فترة طويلة أن هنالك 17 دليل على ذلك. إذا أردت يعني إنه تمنحني الوقت سأتي لك بال 17 رواية وأرسلها لك. الأمر الآخر يا أستاذ شتيلة إنه حضرتك ما زلت مصر أن هنالك ادعاء
قيل في زمن معين أنه تم خرق للعادة ما يسمى بالمعجزات، وهذا الحدث غير متكرر وغير مثبت، وهو مجرد ادعاء ليس عليه أي دليل تريد عن طريقه أن تثبت أن حصل تواصل ما بين الإله وما بين البشر. حتى هؤلاء من ذكرت على أن على أيديهم جرت بعض المعجزات هم ليسوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ما زلت تشت عن الموضوع. يعني لو حضرتك جئت وقلت لي أن هنالك معجزة وممكن نناقشها طبعا، وأنا أقول هل هي إثبات أو دليل على أن الله تواصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على يد الرسول، أعطيني معجزة واحدة ممكن نتناقش في هذا الأمر. ولكن أنت كمثال الذي يقول والله شوف إزاي هقول لك مثلا واحدة أرعى، اعمل زوم واحدة أرعى يا أستاذ شتيلة بتقول لك شوف شعر بنتي خالتي طويل وناعم ومسبسب إزاي، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هي تستشهد بشعر بنت خالتها على أمر مش موجود لديها. أنت الآن مع أنه كل هذا كلام يعني ما في على أي دليل، تستشهد ببعض المعجزات التي جرت على أيدي بعض الرسل، ولكن أنت تريد أن تسقط هذا الإسقاط على رسالة محددة واللي إحنا نتناقش فيها القرآن. أنا لم أناقشك في معجزة موسى وشق البحر، ولم أناقشك في أنه سليمان كلم النمل، ولا أقول لك أن المعجزات الأخرى التي مثل الناقة صالح أو يونس في بطن الحوت هذه كانت معجزة الأنبياء، لم نتناقش فيها. أنا قلت لك أعطيني الدليل على أنه حصل تواصل بين الإله والبشر وأرسل هذا الكتاب الأخير الذي هو القرآن عن طريق الوحي جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عمالك بتشت وبتبعد عن الموضوع، ما بعرف هل هذا الموضوع مقصود من حضرتك ولا غير مقصود. الآن هل يوجد دليل لديك أم لا يوجد دليل؟ والآن إذا أنت بدك تقول لي وتعيد مرة أخرى فيما هو المانع العقلي والإمكان، أنا أقول لك لا يوجد مانع عقلي وهنالك إمكان أن هذا الإله العليم الحكيم الخبير الصانع الواحد الصمد أن يرسل رسالة إلى البشر. مش مختلفين على أنه هل هنالك إمكان أو عدم إمكان. نقطة النزاع أو الخلاف هل يوجد دليل على من ادعى ذلك على الإله أن لديه الدليل على أن هذا الكتاب الذي بين يديه من عند الإله. هنا الفكرة تكمن يا أستاذ شتيلة، ليس بأن الله يعني قادر أو من حكمته أن يرسل، أو هل ممكن عقليا ولا استحالة عقلية أن يرسل ويتواصل مع البشر. نحن لا نناقش هذا الكلام أستاذ مراد، بتاعي الكلام خلاص سمعت. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بذكره تحلو الحياة. الأستاذ مراد بعدما أبطل معي أمام الجميع أن هذه القصة باطلة، هو استشهد بهذه القصة على أن هذا على أن هذا النص فيه إبطال لمعجزة القرآن الكريم. فبما أنه أبطله أمام الناس ولم يستطع أن يأتي بأي دليل واحد يثبت به أن هذه الرواية منسوبة صحيحة إلى رسول الله، إذن يسحب هذا الادعاء فيظل القرآن قائم معجز. وأنا بغششك وبقول لك روح لأبو العلاء المعري، ما تروحش للغرانيق لأن الصراحة ما فيهاش إعجاز خالص. أبو العلاء المعري ليه كلمات أحلى من كده بكتير. طيب الآن جاء نبي، هذا النبي خرق العادة بأنه قال أن هذا الكتاب الذي سآتي به إليكم، هذا الكتاب الذي بين الدفتين بنظمي، لا يستطيع أي إنسان ولا جن أن يكتب مثله، ولا سورة ولا آية ولا سورة ولا عشر صور ولا قرآن كامل. وإلى الآن لم يأتي أحد يعارض هذا الكلام، إلى اللحظة لم يعارض أحد هذا الكلام. فبما أنه لم تتم المعارضة مع قدرتهم وإمكانهم على المعارضة، يثبت أن هذا الفعل فعل خارق للعادة ولا يمكن لأحد أن يرد عليه. بس أستاذ مراد لو افترضنا أنه يفهم في هذه الأمور العقلية التي يبدو أنه لم يمر من خلالها أصلا، هيقول لي طب ما هو ممكن أنه ما مرضيش يعرضوا، ممكن يا جماعة الكفار وقتها أو إلى الآن مش عايزين يعرضوا، مع أننا نرى بخلاف ذلك، نرى أستاذ مراد راح الجيم وراح يعني لعب جامد عشان يقدر يعرض القرآن ففش على إيه على الغرانيق. هنقول لا يا فن، بما أنه توفرت الدواعي عند هؤلاء أنهم يستطيعوا أن يعارضوا ولم يعارضوا،
هذه معجزة. ولو قلنا أنهم حاولوا وفشلوا هذه معجزة أخرى، أو خرق للعادة، أو نقول تعجيز، أو نقول منع، أيا كان. لما بسألك يا أستاذ مراد، دي خلاص نقطة على جنب، لما بسألك يا أستاذ مراد عن المنع، مش قصدي المنع العقلي ولا الامتناع العقلي، الكلام اللي انت حفظته مننا في الكلاب هاوس يبدو ان انت بس سمعته لكن ما استمعتش ليه، بس حفظت الكلمات لكن لا تستطيع ان تشرحها لي. لما بقول لك منع، لما بنقول كده يا فندم، انا بقول ان هذه السياره التي امامي طارت، فانا اقول لك انا امنع ذلك. ليه يا شتيله بتمنع ده؟ شو بقى دي، ده درس تعليم. ليه بتمنع ده؟ لانني لم ارى في حياتي سياره تطير. سبب المنع عندي عدم رؤيه سياره تطير. سياره تطير ده سبب المنع، مش المانع العقلي والإمكان العقلي والإمكان العادي اللي حضرتك حفظته. فما سبب منع الأستاذ مراد بعدما أثبتت له أن هذا القرآن لم يعارض إلى الآن، ومهما حاولوا وفشلوا، وإن لم يحاولوا فهو في حد ذاته معجزة، لأنه لا يمكن لفعل ما في أقصى الأرض أو في مغرب الأرض أن يتحدى به مجموعات هائلة من البشر، ولا يقوم واحد أو اثنان حتى يحاولوا معارضة هذا الكتاب إلا وفعلوا، ونقلنا بالتواتر فعل هؤلاء، وإلى الآن نرى البعض يحاول زي حضرتك وزي رشيد حمامي وزي غيرك وغيرك وغيرك، وهيجي بعدك وهيجي قبلك. 1444 سنة إلى الآن ننتظر آية واحدة بالقرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي بها. هذه قضية. قضية تانية، المنع اللي كنت بشرحه لحضرتك من شوية، دي كده علمتها لك في النص. فلما أقول لك ما هو المنع، تقول لي منعي أن تكون الحكمة من مقتضاها إرسال الرسول هو أن الحكمة يفعل بها غير ذلك، مش إرسال الرسالة. هو ده سبب المنع، مش المنع العقلي يا فندم. حضرتك حافظ مناظرة تانية وجاي تسمعها هنا، اتفضل يا ريت بعد إذنك، ما تاخدش وقت طويل جدا عشان والله يعني أنا آسف بس. طيب، شكرا يا أستاذ شتيلة. أنا شكرا يا شتيلة، أستاذ شتيلة، أنك آخر شيء بلشت تستوعب ما أقول حضرتك. يعني الآن ذهبت إلى النقطة المحورية، أنهيت مسألة القفز والتشعب من مسألة إلى أخرى، لأنك خلال تقريبا 20 دقيقة الأخيرة كنت تعيد وتكرر أن مسألة المعجزات التي أتت على أيدي أنبياء آخرين تمام، وكنت تريد أن تنسبها إلى الرسول. ثم بعد ذلك، بعد ما حضرتك استوعبت بعد شرح طويل للأسف إنه هل يوجد هنالك معجزة أجريت على يد الرسول ولا لا، حضرتك اللي كنت دائما بتكرر وتعيد إنه مسألة الإمكان، وحضرتك بتقول ما هو المانع وما هو غير المانع، فحضرتك أنت التي كنت تعيد وتزيد في الكلام الذي لديه معنى أو ليس لديه معنى. وحقول لك يعني أزيدك من الشعر بيت، أن هذه المسائل من كثر ما حضراتكم تفلسفت فيها وكررت هذا الكلام الذي ليس له أي معنى من القول، وهو مجرد سفسطات أطلق عليكم أنكم باختصار شديد تستخدمون ما يسمى بحمار الإمكان. فكل مسألة تنحشرون فيها في الزاوية تستخدمون حمار الإمكان وتمططونه وتنطلقون به. فهذه الإمكان وغير الإمكان والإمكان العقلي وغير العقلي اللي حضرتك تريد أن توهم المستمع أنك تقدم ما شاء الله دروس حضرتك في المنطق وعلم الكلام، هذا كلام مردود عليك، لأن من يقول بذلك يجب أن يأخذ عليه كلامه من مصدره، فأنت حضرتك المتحدث بذلك ولست أنا، أنا لم أذكر هذه المسائل أصلا. الآن ردا على ما حضرتك ذكرته، أنه هذا المعجزة الوحيدة كانت لدى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب، أنه معجز وتحدى الله فيه البشر والجان على أن يأتوا بسورة من مثله أو 10 آيات مفتريات. أنا كان يعني كنت سأقول أنه حضرتك يا أستاذ شتيلة، بما أنك دائما تصر على سفاسف الأمور وتقول في الأحاديث اللي ذكرت لك إياها من البخاري ومسلم لم تذكر هناك كلمة الغرانيق، يعني أنا أستشكل على ذكائك الخارق. يعني ممكن تستشكل علي وتقول اسمع يا مراد، التحدي الذي أطلقه الإله على البشر وعلى الجان لم تكن في آية واحدة، ولا تأتي وتكذب قصة الغرانيق، تقول قصة الغرانيق مع أنها مثبتة ولا تستطيع أن تحرك تنفيها، تقول التحدي باطل لأن التحدي أولا كان بصورة من مثله، ثم سقف التحدي أنزل إلى 10 آيات مفتريات، فحتى لو جاء الشيطان
وألقى على لسان النبي آية واحدة مفترات فهذا لا يكسر التحدي. كنت والله قبلت منك هذا الجواب، ولكن أن تأتي وتقول أن هذه الحكاية لا أساس لها وتضاعفها وتنفيها وتقول ليس لها وجود، وتأتي تنازعني وتقول حتى الحديث الموجود أو الحديثين الموجودين في البخاري ومسلم وقرأتهم على مسمعك لم تأتي فيهما ذكر كلمة الغرانيق، هذا ضرب من الخيال للأسف. هذا أنا بعتبرها مسألة غير عقلانية. أختم وأقول يا أستاذ شتيلة، بالنسبة لمسألة أنه البشر عجزوا عن الاتيان بمثله لحد الآن، أول شيء يعني السؤال الدائم المطروح للكلب هاوس وخارج الكلب هاوس، من سيكون الحاكم؟ إذا ودي لحظة شوية شتيلة، بس خليني أكمل هذه الفكرة لو تكرمت، لأنه الصوت فيه صدى وأنت فاتح المايك. من سيكون الحاكم؟ هل سيكون الحاكم صاحب هذا الكتاب أو المؤمن بهذا الكتاب؟ أكيد حتى لو جاء أي إنسان بشيء مشابه أو قريب عليه ستقول له لا، هذا مش الأوريجينال، هذا تقليد، هذا صيني، أنا أريد نسخة طبق الأصل. وإذا تأتي بنسخة طبق الأصل حتقول أنت لم تأتي بشيء، أنت يعني عملت كوبي بيست. الآن لو جينا وقلنا نفس الشيء، مش هقول لك لا الموناليزا ولا الكلام الفارغ اللي دائما يردد، ولا قصة أن هنالك كاتب مشهور كتب كتاب فلا تستطيع تقليد كتابه، لو جيت وقلت لك شتيلة الذي يفتح المايك ويتكلم، لو جاء إنسان مقلد للأصوات وقلد صوت شتيلة بنسبة 90% وحكمنا هنا كل الموجودين في الروم 600 ولا 500 شخص وقلنا من كان المتكلم، شتيلة ولا غير شتيلة؟ أكيد اللي بيعرف شتيلة حيقول لك لا، هذا تقليد للصوت، لأن هذا مش صوت خلاص شتيلة الأصلي. خلاص فهمت خلاص. فهمت حضرتك؟ المسألة الأخرى أنت في حد فهمش آخر نقطة. شوف الآن هذا التحدي اللي حضرتك تحديت فيه الآخرين في هنالك رد، يعني كرر في الكلاب هاوس وخارج الكلاب هاوس، من عرض عليهم التحدي ردوا على هذا التحدي، والرد موجود في القرآن، قالوا ببساطة لو شئنا لقلنا مثل ذلك إن هو إلا أساطير الأولين. فهذا الكلام يا أستاذ شتيلة يعني يوضح للكل أن هذا التحدي من أصله لم يقبل من البشر الذين تم تحديهم به. شكرا. وهم اعتبروه تحدي أصلا يعني لا يرتقي. طيب. وصل الفكرة يا أستاذ مراد. بسم الله. تفضل أستاذ شاكر. بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام وذكر سيدنا محمد الذي به تحلو الحياة. بس أصح الآية يا فندم، يعني حتى القرآن أنت مش قارئه، لو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني حتى الآية أنت مش عارفها. حاول بعد إذنك تعمل يعني زوم للبي دي إف اللي بتقرأ منه. شوف يا أستاذ مراد، حضرتك عندك مشكلة في فهم المعجزة، عندك مشكلة في فهم خرق العادة، عندك مشكلة في فهم الإمكان العقلي، وعندك في مشكلة في فهم المستحيل العقلي. فيعني أنا مش عارف أبدأ منين ولا منين ولا منين. أستاذ مراد، حضرتك بما إنك رجعت الموضوع الغرانيق، وأنا كنت عايز أخرجك من هذا المأزق، لأن المسلمين رخمين جدا، هيفضلوا يجروا عليك في كل روم ويقول لك فين الغرانيق يا أستاذ مراد. فأنا بقول لك أهو قدام الناس، بما انك رجعت لها، مش انا رجعت لها، انا كنت بحاول اخرجك. استاذ مراد، هل تستطيع ان تاتي بروايه واحده من 17 روايه ذكر فيها ان هذا الحديث صحيح الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الكرام، وذكر فيها قصه الغرانيق؟ هذا كان تحدي لك امام الجميع، والى الان لم تاتي، بل ذهبت وجئت بروايه من صحيح مسلم وصحيح البخاري، وليس فيها لا من قريب ولا من بعيد ذكر الغرانيق. فهاتها يا استاذ مراد والحق نفسك عشان المسلمين رخمين. ده رقم واحد. استاذ مراد، فكره انك لا تفهم معنى الاعجاز ولا تفهم معنى العاده ولا معنى خرق العاده، تقول لي اصل هم قالوا لا قد سمع، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب ما قالوش ليه يا فندم؟ كلامنا فيه واضح. يعني هو ان كانت المعارضه على هذا التقدير ممكنه يا استاذ مراد، بما أنهم كانوا قادرين على أن يردوا هذا القرآن ويأتوا بمثله، فنقول أن عدم إتيانهم بالمعارضة مع كونها ممكنة، ركز بقى في الكلام ده عشان احنا بنحط الحمار الإمكان على طول، ها؟ إذا كانت المعارضة على هذا التقدير يا أستاذ مراد ممكنة، فعدم إتيانهم بالمعارضة مع كونها متاحة أو ممكنة لهم، ومع توفر كل الدواعي على الإتيان بها ولم يفعلوا، حد الثالث
مش التحدي. السؤال الثالث: ما سبب منعك أن تكون من حكمة الله عز وجل هو إرسال نبي؟ أستاذ حنون ممكن تضبط الحوار إن هو يجيب على الثلاث أسئلة دول، ما يقعدش يديني محاضرة، عشان أنا والله العظيم يعني أنا آسف يعني بس أنا بزهق بسرعة. طيب اتفضل يا أستاذ. روح اشرب حلبة يا شهاوي، عفوا شهاوي يا شتي، أسماءكم بتخربط الصراحة. نعتذر للأستاذ شهاوي إذا كان موجود أو غير موجود، ولكن بحرف الشين البداية فاختلط علي الأمر. إذا حضرتك يا أستاذ شتيلة لم تستوعب الفكرة اللي أنا حاولت أقدم لك إياها، إنه مهما حاولت أنت تقليد شيء وهو رحت حضرتك ضحكت يعني على المايك، مش مشكلة يعني، يعني هو سواء كان نوع من الشخصنة أو الاستظراف ما هل تجاوزنا يا مراد؟ لا لا نبهناه وخلاص انتهت الموضوع عشان ما نتلخبط. يا حنون مش على التنبيه، انا فقط يعني اشير له حتى يعني هذه الامور لا تكرر في محادثه اخرى. يعني نحن الان نتكلم بجديه وهو يريد ان يستظرف. فلما اتي لك يا شتيله بمثل واقول لك حتى يعني تصل الفكره الى عقلك الذي انا يعني اظن فيها ظنا حسنا، وان عقلك ما شاء الله يعني قادر على الاستيعاب بشكل سريع، أنه حتى لو جاء شخص وقلد شيئا ما واعترض عليه الآخر صاحب المنتوج الأصلي، فلن تكون هنالك مسألة العدالة. يعني صاحب هذا الادعاء أو صاحب هذا المنتوج مهما جاء بمنتوج قد يكون مطابقا لمنتوجه سيقول لا هذا مرفوض، لأن أنا الذي عندي هو الأصل. فلذلك أنا قلت لك وسألتك من سيكون الحكم حتى لو جاء من جاء بشيء من مثل القرآن؟ مفيش يعني، حضرتك ستكون الحكم والخصم في نفس الوقت، فيستحيل أن تكون أنت الخصم والحكم، يستحيل أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت يا أستاذ شتيل. فهذا الأمر يعني بحاول أوصل لك الفكرة في أنه أنت فتحت المايك وتكلمت وجاء شخص آخر وقلد صوتك، فأنت حتعترض وتقول أنا صاحب الصوت الأصلي حتى لو قلدني هذا المدعي فهذا ليس بصوتي. فلذلك حاولت أن أقرب لك الفكرة ولكن حضرتك أنت لم تسوى الفكرة. ضحكت من هذا طبعاً. ممكن تلك ثلاثة أسئلة عشان وقت. طيب. آخر شيء طيب. آخر شيء لحظة يا حنون، لحظة يا حنون، إذا عندك الرغبة تجيب على الأسئلة. لحظة يا حنون، أنا هنا مش في معرض الإجابة عن أسئلة كل ما فيها عبارة عن صفصطة وكلام فارغ ليس له أول من آخر. الآن السؤال المطروح كان على الأستاذ شتيلة: أنت تؤمن بأن هنالك خالق هو إله الإسلام وتدعي أنه تواصل مع البشر عن طريق هذا الكتاب المسمى بالقرآن، هل يوجد لك دليل على صحة هذا الادعاء؟ لفيت ودرت تقريبا الآن 45 دقيقة مع أن حضرتك استعرضت كل ما في جعبتك حتى تدلل على ذلك، خرجت علينا بدليل واحد أن هذا القرآن معجز، هل لديك دليل آخر تدلل عليه غير أن هذا الكتاب معجز؟ يوجد دليل آخر؟ أنا هذا ما استشفيت من حديثك يعني بعد طولة فترة الانتظار هذه وكل الكلام اللي حضرتك تقولت فيه وأتحفت مسامعنا وآذاننا وطربتنا يعني صراحة، وأنا مستمتع كنت بالحوار، أنت خرجت إلى أن هنالك دليل واحد منفرد أن هذا الكتاب معجز لا يستطيع المغرب ولا غير بشر أن يأتوا بمثله. حضرتك هل يوجد دليل آخر؟ طيب طيب هذا سؤال يعني الآن في أسئلة من الأستاذ مراد وفي أسئلة من الأستاذ ما كملت يا حنون يعني هو طيب في طيب أنا لم أكمل الدقيقة ونصف يا رجل. فأنا الآن أريد أرجوك عدم المقاطعة يا شتيلة بكل شفافية، هل يوجد لديك دليل حتى أنا يعني أستطيع أن أبني يعني السؤال الذي طرحته، هل يوجد إجابة على السؤال أن الأدلة الموجودة على أن الخالق تواصل مع البشر غير أن هذا الكتاب المدعى أنه من عند الله أنه معجز، يوجد دليل آخر غير ذلك أم لا؟ أم هذا الدليل الوحيد؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب في سؤال يعني في أسئلة من الأستاذ شتيلة ما أعرف هل تحدين سؤال وفي سؤال من الأستاذ أيضا مراد يعني أرجو برضو نعم هو سؤاله لا يعتد به أصلا يعني أستاذ مراد، يعني حضرتك مش عارف هل اللغة العربية يعني تكفيك لإيصال البيان الذي أريد أن أوضحه لك أم لا؟ أستاذ مراد حضرتك برضو فتحت المايك وأنا هديك آخر مداخلة لأجلك، آخر مداخلة اللي جاية ودي آخر مداخلة لك يا شتيلة، مفيش مشكلة، لا أعمل المداخلة الختامية بعد إذنك، آخر مداخلة للأستاذ مراد اللي جاية دي قدام الناس يقول لنا فيها
شوف يا استاذ حنون، ركز ركز كده يا استاذ حنون. اظن الناس كلها واخده بالها ان انا متحدد تحديين للاستاذ مراد يستطيع بهم ان يثبت خطا هذا الدين وان شتيلة هذا مصفصت و و و ويلحد بها. التحدي الاول ان ياتي بروايه صحيحه واحده من 17 روايه يملكها الان على جهازه يرسلها للاستاذ هاشم تقول نصا ان هذه القصه صحيحه وانها مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارغم انوف الكافرين الذي ضج مضاجعه والى اخره، اسندها الى رسول الله، حطها لنا فوق. طيب هنتاكد هل سجلت السؤال الاول يا استاذ مراد؟ لانه ايضا استاذ مراد سجلوا انت ايضا يجيب على استاذ مراد ايضا يا شيخ. سجلوا انت سجل السؤال الاول يا استاذ مراد لانه هو سؤال وتحدي. طيب تحدي كمان. طيب نعم. ومقابل هذا التحدي انا هلحد فورا ان هو يجيب روايه واحده فقط، مش 13 ولا 17، واحده. التحدي الثاني، استاذ مراد قال لي مش معجز، القرآن مش معجز. طيب هات نص واحد ليس مثله، مش عايز نص زيه، نص آخر يضرب إعجاز القرآن الكريم لغة بيانا تفسيرا، نص واحد يا مؤمن، نص واحد يا مؤمن. إيه يا أستاذ مراد؟ نص واحد. قل لي ذهب أحمد لشراء التفاح وهذا نص بليغ ودليل بلاغته كذا وكذا وكذا، واقعد بقى كر علينا بدل ما حضرتك كل شويه بتفتح المايك مش لاقي كلام تقوله فبتحش اي كلام. نص واحد فقط. هذا السؤال الثاني. وانا نعم ده تحدي ثاني، نص تحدي واحد تاني. يجيبه ويفسر هذا النص باشكال مختلفه بطرق طيب. مختلفه يعني السؤال الاول. طيب اوكي السؤال الاول يعني ياتي وانا همشي ورا الديانه المراديه. من 17 رواية أن يثبت أن هناك سنة متصل بالنبي، صحيح؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني أن يأتي بنص واحد فيه ما ليس في القرآن من إعجاز ويثبت أمام الجمع الغفير أن هذا القرآن ليس بمعجز. التحدي الثالث بقى السؤال الثالث. مش اثنين أحسن عشان نمشي نقطة نقطة؟ هم ثلاثة من أول الرمش الناس تحفظهم لما يقابلوه في أي مكان يسألوه. السؤال الثالث يا أستاذ مراد، أنا أتكلم عن المنع وليس المانع العقلي ولا المستحيل العقلي يا فندم، هذه كلمات تحفظها ولا تفهمها. ما سبب منع الأستاذ مراد؟ من غير شخص. لا هو يفهم الكلمة، مش هو اللي بيفهمش، هو فاهم إن شاء الله. الأستاذ مراد، ما سبب منعه أن تكون حكمة الله مقتداها إرسال رسول أو أن ينزل علينا كتاب؟ ما سبب المنع ولا مقتداها يا أستاذ شديلة؟ مقتداها يا فندم. شكرا. طيب ممتاز. سؤالك أنت يا أستاذ مراد كان؟ سؤالك انت ايه كان؟ سؤالي انا ما زلت مصر عليه وحضرتك نعم. كل سجل عندك اسئله لانه في مداخلتك اللقاءات ما حدثت باجابه هذا السؤال بصراحه، لازم المستمع يسمع الاجابه عشان ما تكون احتمال ما تكون شبهه وانت ما رديت عليه مثلا. يجب ان تجيب على السؤال. طيب وانت ايضا يا استاذ مراد تبدا باجابه السؤالين مباشره عشان نتقدم في الحوار. ثلاث اسئله. لا شوف 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 يا حمد، ثلاث اسئله. نعم شوف لو عندك ثلاث اسئله عايز تقابله ثلاث اسئله بقى يعني براحتك. شوف الاسئله اللي انت عايز تسالها. مقتدى اسمع، مقتدى سؤالي مقتدى الصدر مقتضى ولا المهم انا مقتدى سؤالي الشيعة استاذ حنون. مقتدى سؤالي مقتدى يعني مقتدى بالدال تقريبا يا مراد. مقتدى طيب خلونا ما ناخذ من قائد يعني فهو مقتدى يا فندم، هل الشيعة يعني وليس مقتدى؟ طيب 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 اولا جهز الاسئله. ما هي الاسئله يا استاذ مراد عشان نكون عارفين؟ بكره الصبح هنشوف، ما انا معاك يا مراد هنشوف نحل المشاكل دي. الحمد لله ضيع حساب. الحمد لله يا وليد. طيب تفضل استاذ مراد. طيب انا يا حنون ما زلت لحد الان طرحت سؤال على شتيلة وأنا هنا يعني لست للإجابة على الأسئلة الفرعية التي طرحت. يا راجل علي أنا ولا مش فاهم؟ لا 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 من غير فتح المايك، من غير فتح المايك يا شتيلة أرجوك. الآن أنا ذكرت في بداية الحوار مع الأستاذ شتيلة الكريم إنه هو عبارة اللي بقوم فيه عبارة عن تحريك المرمى والهروب. إحنا طرحنا سؤال محدد، قلنا هل يوجد لدى الأستاذ شتيلة أو غيره من المسلمين على أن الخالق تواصل مع البشر وأرسل لهم هذا الكتاب المسمى بالقرآن الكريم؟ فالأستاذ شتيلة تخلى في حوارات ما إلى أول من آخر، وتكلمنا وخرجنا عن محور الحديث لعدة مرات. أنا أعيد إلى نفس السؤال وطرحت في المداخلة
السابقة قبل ما حضرته يعني يتكلم ويجيب قبل هذه المداخلة، سألته قلت له هل يوجد عندك دليل آخر حتى نتفق أن الدليل الوحيد هو أن هذا الكتاب معجز ولم يستطع البشر أو غير البشر على الإتيان بمثله؟ الآن هو يعيد ويكرر، أتي لي بروايات غير اللي أتيت فيهما بالحديثين من صحيح البخاري ومسلم التي لم تذكر كلمة الغرانيق قط، وقلت أن هنالك 17 رواية أخرى تدلل على هذا. هو الآن يهرب إلى الخلف أو إلى الأمام. السؤال باختصار هو السؤال الذي أريد عليه إجابة محددة حتى أفهم، هل يوجد دليل آخر عند المسلم على أن هذا الكتاب من عند الله غير أن هذا الكتاب معجز؟ أعتقد السؤال صريح وواضح وبسيط. لا. لا. يوجد دليل؟ هل يوجد دليل آخر على أن هذا الكتاب؟ إذا كان هنالك دليل آخر فما هو هذا الدليل؟ فقط وانتهينا. سجلت السؤال. أنا بصراحة يعني الآن أتمنى، يعني أنا الحوار مع شتيلة ممتع جدا، ولكن أنا جدا خالص الرجل ضايع تقريبا 10 دقائق. صحيح. لازم أذهب. جت مفاجأة دي صح؟ لازم رائع. لا شتيلة رائع جدا، إيسار رائع. لازم أروح أصلي يا حنون. الله أكبر الله أكبر. طيب يصلي الإيد. هنزلك يا مراد. ليه يا مهاجر؟ انت لازم تقول لي راح تصلي لي بالظبط عشان هنتمرقع. اقسم بالله. طيب هنتمرقع. طيب خلونا يا شباب. عيب يا رب. تعرضها بقى يا مراد. خلاص يا استاذ مهاجر. طيب بيصلي للغرانيق، هو بيعبد الغرانيق. هي تقوم ميعادنا بكره الصبح معاك يا مراد. طيب اسمع انا اسمع عندي سؤال. طيب ايه خلاص. طيب انت واخد السخون كده ليه؟ عشان عايز. طيب في انا برضه رايح اصلي. في سؤال مخالف. في طبعا عشان من قبل ما يمشي يا حنون بقى على المراد ما يروح. يا حنون يا حنون انا بدي. طيب في سؤال يا استاذ مراد، في سؤال مقابل تفاس. لحظه دائما بتشكل علي، ما بعرف ليش دائما. هو انا مش قلت ان دي اخر مداخله للاستاذ مراد وهو لسه بيتكلم ليه؟ لحظه يا شتيله. لحظه يا استاذ مراد، انا عايز اتكلم. انا قلت اللي باقي معاك. انا استاذ مراد القطط عندي جعانه، وان انا اكل القطط اهم من ان انا اقعد اتكلم معاك. لا والله صدقني اهم اتكلم معاك، فخليني اخلص كلام وامشي اكل القطط. استاذ مراد ممكن تقفلوا له المايك يا جماعه بقى؟ والله زهقت. طيب زهقت. طيب يا مراد خلينا نخلص. نهدى انا قلت لك راح اصلي. انا معاك مده 10 دقائق. فانت طيب. حضرتك قلت لي هتروح تصلي فين؟ هروح اصلي يا اخي. ما انا هروح اصلي. هو انت كنت جعان كلام المعبد؟ طيب طيب خلاص اذا طيب يا شتيله، اذا يعني انت خلصت يا مراد؟ يعني هتجاوب على الاسئله بتاعت شتيله ولا نتجاوز نمشي؟ منقطع على سؤالي. منقطع. طيب يعني طيب. يجيبني على السؤال. يوجد دليل. طيب يا شتيله، هل تستطيع الاجابه على سؤال مراد؟ هل تستطيع؟ انا استطيع بس مش هجيب، لانه مش اقفل بقى المايك خلاص يا عم. في ايه؟ واحد طيب عشان لا المريض عشان الخص النقطه. اسمع عايزين نقطه عبود الغرانيق اعصابهم بتاع تلفات خلاص. طيب عندك دليل اخر؟ طيب عشان نغلق الغرفه بعد شويه نصل للنتائج بسيطه يا اخوان. خلونا بسم الله والصلاه والسلام على نعم. نبدا بالاجابات كل واحد يجيب على الاسئله. صلي استاذ حنون، سيبنا نتكلم بقى. انا بصلي على الرسول فنصلي كلنا على الرسول، واستاذ مراد يصلي على الغرانيق. المهم استاذ مراد امام الناس، وهذه اخر مداخله سافتح فيها المايك، وبعد كده هنزل تحت واسيب الاستاذ مراد مع الاستاذ وليد. تحديته أمام الناس. مش هتنزل تحت عشان تبقى عارف. أن يأتي بحديث واحد متصل، ده ما كانش سؤال، ده كان تحدي، متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر للغرانيق وانقطع ولم يفعل. 2، تحديته أمام الناس كلها حتى ناس. المهم تحديته أمام الناس أن يكتب آية واحدة فقط، مش شرط نفس القرآن، أفصح من القرآن وأبلغ من القرآن نظما وإلى آخره، ويمكن تفسيرها بعدة أوجه. وكان من المفترض أن الأستاذ الحنون، الأستاذ وليد، الأستاذ هاشم يلزموه بأن هو يجاوب على هذه الأسئلة أو على هذه التحديات. قدامه فرصة عظيمة ليسقط المسلمين. الأستاذ مراد لوحده قدامه فرصة عظيمة يعمل كده ومعملهاش، يكتب نص. الأستاذ مراد الذي لا يفرق بين مقتدى ومقتضى يستطيع أن يحكم على بلاغة القرآن مش عارف إزاي. الأستاذ مراد لم يكتب آية ولا نص. طيب واحد. لا يا شتيلة، ده كان على سبيل الهزار معايا يا شتيلة. ماشي 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 ماشي، أنا مش على سبيل الهزار. أرجو أن استغلنا في الحوار، أرجو أن استغلنا. ما علينا. لا بالعكس، ده هو من أساليب المناظرة استغلال كلام الخصم. المهم الأستاذ مراد لم يرد على كيف يمنع أن تكون من حكمة الله عز وجل أن يرسل رسولا أو أن يكتب كتابا ويرسله إلى الخلق. بما أنه هو مش ملزم أن هو يرد على الأسئلة بتاعتي، أنا كذلك لست أقل منك شأنا يا أستاذ مراد، ولا أنت مثلا أرجل مني، ولا أنت كذا،
مش هينفع برضو ارد على سؤالك عايز اعمل لي فولو، تعالى هدخل معاك لو انت في اي مكان تاني اعلمك ما هي الدلاله او ما هي الادله التي يملكها المسلمين باختلاف طوائفهم على الرد على مثل هذا السؤال. واخيرا وليس اخيرا اوجه شكر للاستاذ هاشم والاستاذ وليد والاستاذ حنون على استضافتهم الرائعه لمثل هذه الغرف وفتحهم ومحاوله فتح الباب للاستاذ مراد ان هو يتكلم في الصفات، بس للاسف اتصدم بشتيله وان هو طلع قال له تعالى اثبت الاله يا حبيبي على جنب، ما عرفش يثبت الاله وما عرفش يعمل اي حاجه. المهم يا جماعه لا 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 انا عايزك انا معاك عايز في الصفات يا شتيله يعني، واقول لكم والله عندي ماشي يعني ممكن يوم تاني مولانا لا لا بس يا ربنا هسمع المناظره بتاع مش عارف اقول لك عايز اختم يا وليد وعيتك مهببه يا شتيله ماشي عايز اختم ماشي تحت امرك يا استاذ مهاجر حضرتك بس تشاور وانا تحت امرك على راسي انا يكفيني موقفك من المناظره وانا عامل انفل الاستاذ حنون خلاص عشان موقفه المناظره. المهم كنت عايز اقول يعني كنت عايز اقول يعني يا اخوه ان هذا الدين عظيم، إن هذا الدين أعظم من أن يتكلم فيه مراد وشتيلة حتى، إن هذا الدين فيه من الأدلة ما يكفي أهل الأرض والسماء، إن هذا الدين لم يستطع أحد لمدة 1444 سنة أن يرد على أي كلام قلناه فيه، بل إن المسلمين باختلاف طوائفهم ومذاهبهم وفرقهم جاءوا بإشكالات يصعب على أستاذ مراد نفسه إن هو يصل لها وردوا عليها، والأستاذ مراد لم يخلق بعد، وأحسب أن الأستاذ مراد بعد أن نموت كلنا سنفنى لن يصل عقله إلى هذه الإشكالات أصلا، وأنه قد يصدم أن المسلمين ناقشوا إشكالات هو حتى لم يكن يتصور أنها موجودة. فأقول للمسلمين يعني اتبسطوا، ديننا عظيم جدا، وبقول للملحدين روحوا ذكروا عشان ما يبقاش زي الأستاذة اللي طلعت من شوية تقول لي هو قال لك يا شاتير أنه لا ديني طيب، قال لك أنه طيب، إيه كده طيب، والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله. وصلت فكرة. طيب وصلت فكرة. تفضل يا اخ مراد 3 دقائق تختم فيها عشان بعد ده يا وليد نغلق الغرفه صح يا وليد عشان حد التسجيل فاضل ماشي يا حمود. طيب تفضل يا اخ مراد. طيب ماشي اعتقد انه يعني المتعه قتلت لان الكلام اصبح مكرر. استاذ شتيله حتى في المداخله الاخيره للاسف ما لم يجب على السؤال، قال لك اخر شيء انا استشفيت فيه عديده وقال لك هنالك الكثير من الادله عند المسلمين والحمد لله على أن هذا الدين صحيح وهو من عند الله، ولكن حضرتك سألنا وعدنا وكررنا السؤال 5 مرات تقريبا، هل يوجد دليل آخر غير أن القرآن معجز على صحة هذا الادعاء؟ فهو لم يجب على هذا السؤال، فأنا اكتفيت بإجابته أن الدليل الوحيد القائم لحد الآن على أن هذا الدليل أو على أن هذا الادعاء عفوا الدليل عليه أنه من عند الله هذا الكتاب هو فقط لإعجاز المدعى على هذا الكتاب. ثم أن الأستاذ شتيلة يعني دائما يحاول يستظرف، أنا لو شخص معه قال لك مراد لا يفرق بين اقتدت واقتضت يعني الضاد والدال، مع أنه هو حضرته نطق الكلمة بالدال وهي بالضاد وأنا صححت له يعني. أنا كان يعني أتمنى من الأستاذ شتيل أن لا يتكلف ويتكلم باللهجة العامية حتى يفهمه الكل يعني، أعتقد الكل حتى لو تكلم الأستاذ شتيل العامية أو باللغة القريبة للعامية سيفهم، ولكن دائما التشدق باللغة. فأنا أقول الأستاذ شتيل يعني رمتني بدائها وانشلت مش انسلت، يعني أنت من قمت بالخطأ حتى في نطق الكلمة بالدال وهي بالضاد، وحضرتك يعني فتحت المايك هو تهزر مع وليد وتقول ما يفرقش بين الدال والضاد، فأنا أقول رمتني بدائها وانشلت. هذا تعليق على ما حضرتك ادعيت عليه يعني أنا لا أفرق بين الدال والضاد. الآن أنا ما في عندي كلام الأستاذ شتيلة، ولكن استمتعت يعني جدا بحوار الأستاذ شتيلة، وطبعا أنا لن أعمل له فولو لأنه حضرته قال اعمل لي فولو حتى أعلمك في هذه الأمور. لا والله أنا لم أتعلم منك يا شتيلة أو يا أستاذ شتيلة إلا التفسيح، أنت أستاذ ولكن لست بمرتبة الشرف في التفسيح، يعني لم تجب على سؤال بجواب قاطع مانع أبدا، دائما تتهرب من الإجابة للأسف. ولكن أنا استشفيت دائما يعني الإنسان عندما يستمع لإنسان مرة ومرتين وثلاثة ويكرر نفس الكلام آخر شيء هذا الإنسان يصبح لديه زلة لسان ويقول كلام أحيانا هو ربما لم يفكر فيه قبل قوله، ولكن في آخر مداخلة حضرتك ذكرتها قلت يوجد كثير لدينا من الأدلة
على أن هذا الكلام من عند الله، ولكن حضرتك في الجواب على السؤال قلت أنا الدليل الوحيد لدي أن هذا الكلام موجز. ختاما طبعا بشكر الأستاذ حنون على سعة صدره، والأخ وليد المهاجر، والأخ هاشم على إتاحة الفرصة في هذه الروم المباركة طبعا، اللي دائما نأتي على منصتهم ونشارك في الحوارات، وأنا أقدر هذا وأجل من قبل الأستاذ حنون والأستاذ مهاجر على أن هذه المنصة مفتوحة للجميع ولا يوجد هنا اختلاف. الصحة والعافية بين 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 عربي وعجمي. كفاية مراد السمعة تفر من غير مؤمن. سمعة تفر من مراد. أختم يا وليد، دائما وليد يقاطعني عندما أريد أن أختم للأسف. أنا والله بعتذر أولا، يعني الخطأ مني كان المفروض تكون الغرفة كانت مسجلة، أنا كنت أريد فقط إلغاء توقيف الشاب. لا تقلق يا حبيبي، الناس بتسجل تحت، الناس بتسجل كل حاجة، ما تقلقش. لا كان الأفضل إنك تسجلها عندنا في الغرفة، يعني في النادي، لأن بصراحة كان الحوار في قيمة الروعة والرقي والأدب، وحتى التجاوز اللي حصل بسيط، ويعني بعيد ما شفناه من في الكلاب هاوس من شتم وسب وقذف. يعني أنا أعتقد إنه حوار جميل. بالنهاية يعني أجمل ما في الحوارات إنه لا يتم التجاوز، حتى يعني صحيح. الأخ شتيلة مع أنه شخصا قليلا، ولكن أنا أتحمل، يعني لم يأتي لا بسباب ولا بالشتائم ولا شيء، بل كان استظراف. وأنا يعني لما الإنسان يستظرف أو ينكت في الحوار فهذا يعطي للحوار شيء من الدعابة. شكرا يا مراد، صحيح، فيكون الحوار جميل. فلذلك أعتقد أنه هذا النقاش مش حيكون الأخير. شكرا يا مراد وبين الأستاذ شتيلة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى يعني. وشكرا لك يا شتيلة على الحوار الراقي. تحياتي. الله يكرمك. طيب تحياتي يا فندم، تحياتي لحضرتك. اخر دقيقه يا جماعه لكل من يستشكل على هذا النص القراني، كل من يسال عن من هو الحكم ومن هو المتحدي ومن هو الحكم، يا مراد الحكم هو انت والمتحدي هو انت. هات الناس اللي انت عايزها، وهات الحكام اللي انت عايزها، وهات النص اللي انت عايزه، وطلع نتيجه. الراجل ما الزمكش لا بمتحدي ولا بنص، وبقول لك اعمل اللي انت عايزه واديني نتيجه، وقول لي نتيجه هو هذا الكتاب يوازي هذا الكتاب من حيث 1 2 3 4 5. هذا الكتاب يتحدى كل البشر من كل الالوان ومن كل اللغات بان ياتوا بنص مثل هذا النص. ده ايات المواريث يا مراد، اكبر دليل على هذا التحدي. ايات المواريث في البلد اللي انا فيها 80 صفحه يا مراد، قوانين المواريث وليست شرح قوانين المواريث، 80 ماده 80 صفحه. القرآن جمعها في كتاب واحد، في صفحة واحدة، لكل نسبة دليل على الأقل أو اتنين أو تلاتة، وما فيش حالة مواريث ممكنة في بلاد المسلمين وبلاد الهند والسند إلا وموجودة في هذا النص. في هذه الآيات لا فيها زيادة ولا نقصان. وأنا هستغل الفرصة بقى عشان أقول الكلمتين اللي عندي، لا زيادة ولا نقصان ولا عجز ولا أي شيء، ولا حد مش مشمول، ولا حد بيورث باقي يا مراد، ولا حد بيورث قبل حد وحد بعد حد. الآيات ديت كفيلة بأنها تيجي بعد شهر تقول في دولة اجتمعت وعملت تحدي للقرآن ووزعت وخلصت المواريث بتاعتها، بدل ما هي في 100 صفحة خلتها في صفحتين بس. فرجاء رجاء رجاء، السؤال ما هوش رخم، السؤال ما هوش مستفز، السؤال ما هوش مش سطحي او مكرر، لا السؤال واقعي. طلع لنا كتاب، قول لنا الكتاب اهو بيتحدى القران اهو، وملايين الكتب موجوده، الموضوع مش صعب. هات لنا كتاب بس وقول الكتاب اهو يا جماعه، الكتاب ده بيتحدى القران في 1 2 3 في الموضوع الفلاني، لان القران اصلا بيتحدى كمان على اجزاء، على سوره، على ايات، على يعني على موضوع، بيتحدى في موضوع. خلي التحدي موضوع، بيتحدى موضوع المواريث، بيتحدى موضوع الخلق، بيتحدى موضوع البلاغه، بيتحدى موضوع كذا، بيتحدى موضوع رياضي، اعجاز رياضي، اعجاز اي حاجه. فيختار الموضوع ويختار الحكام ونتقابل يا مراد. خلاص، اذا هذا ممكن يكون مبحث اخر في يوم اخر تحدد فيه مع الاستاذ مراد الوقت اللي هو شايفه مناسب، واذا عايز احاورك فيه خلاص براحته، واذا هو عنده اطلاع في الموضوع ما في مشكله. الوضع العام نعطي مداخلة. نعم انا هفتح فيه عندي حنون. طيب افتح ثواني بس كلمة، لكن ارجو ما. ارجو يعني عدم الاطالة، ارجو عدم الاطالة. لا بس تنويه ايضا من الاخوة، يعني الاخوة اللي هيصعدوا من الاخوة اللادينيين او من
أهل السنة والجماعة ومن القرآنيين الالتزام بقوانين الغرفة وعدم شخصنة الحوار نهائيا. وأنا أعلق على الرد على أي أسئلة في المواريث من أي حد، لا دينيين أو على كل المذاهب الإسلامية. ممتاز. بس لحظة يا حنون، بس كلمة، مش عارف حتسكروا الروم بعد شوي، لأنه في اللينك اللي أنا حطيته فوق أدلة وجود الخالق مع محمد رضا بعد 20 أو 25 محمد دقيقة. محمد رضا بعنا وراح الأكاديمية؟ خلاص إذا في 25 دقيقة لسه. خلاص إذا ما نعملها في النادي عندنا بعنا وراح طيب. الأكاديمية؟ دقيقة عشان ما نضيع الوقت. إذا هنحدد لكل مداخلة 3 دقائق عشان الزمن يكون يناسب نغلق الغرفة فيها إن شاء الله. تفضل أستاذ محمد المغترب، حياك الله. أستاذ محمد المغترب موجود؟ صوتي واضح؟ سيد محمد المغترب موجود؟ طيب دكتور أحمد تفضل. لحظة دكتور أحمد، أنجل لو سمحت غير الصورة. أنجل غيرت. طيب تفضل أستاذ أنجل، ممكن تفضل بعد كده، أنا مفيش مشكلة. طيب تفضل أستاذ أنجل. نعم، أنا بس طال أشكر يعني الشيخ شاتيلا يعني الذي جمع المسلمين اليوم على باش مهندس شاتيلا يعني حفظه الله ورعاه، الذي كان يعني مصدر فخر للمسلمين جميعا بجميع فرقهم، ووحدهم يعني في هذه الأيام التي يحتاجون فيها يعني إلى الاجتماع بعد هذه الفرقة يعني. و يعني أطلب من الأستاذ مراد مستقبلا أن يحضر جيدا يعني لاعتراضاته على الإسلام، لأنه يعني هو فعلا يعني كان ظهرنا ما كان محضر يعني. وأولا قفز من إثبات وجود الخالق إلى إمكانية تواصل هذا الخالق مع البشر، ثم بعد ذلك سلم بسرعة فائقة يعني بإمكانية التواصل بين هذا الخالق والبشر، ثم بعد ذلك أتى إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء جميعا وإثبات المعجزات. لكن يعني ظهر في الأخير أن بضاعته مسجات يعني. وشكرا لكم. طيب انا بس السلام عليكم يا جماعه، وانا لسه جاي من شويه ما لحقتش المناظره، لكن هو انا فهمت ان انتوا كنتوا بتتكلموا في ادله وجود الله سبحانه وتعالى او ادله صدق هذا الدين. يعني هو الموضوع ببساطه ان احنا لازم بناخد القصه بشكل منطقي. اول حاجه بنثبت وجود الله سبحانه وتعالى اله، يعني بنثبت وجود اله لما نبص حوالينا ونشوف قصة السببية، وإن القصص اللي حوالينا دي كل الكلام ده ما ينفعش يكون بالصدفة. خلاص أثبتنا وجود الإله، طيب نبتدي نشوف الإله ده تواصل مع البشر. إحنا بنقول عن طريق الأديان، تم تحريف بعض الأديان طبعا، معظم الأديان طبعا حرفت، ولكن الفكرة قديمة منذ العهد الأول بتاع البشر. حاليا دلوقتي القرآن إله واحد، لأن طبعا ده المنطق إن ما ينفعش يبقى فيه كذا إله، لأن لو كان هناك آلهة كثيرة لتنازعوا مع بعضهم ولا ذهب كل إله بما خلق. فالمنطق يقول إن فيه إله واحد، ما ينفعش يبقى فيه كذا إله. طيب أنا دلوقتي لما القرآن يكون مبعوث من إله اسمه الله بيقول لي أنا اللي خلقت الكون ده، يبقى أنا ما عنديش كإنسان مفر غير ان انا اتقبل هذا النص، لان انا ما عنديش غيره. يعني انا لو جه اله تاني قال لا انا اللي خلقت الكون ده وحاشا لله، وان الله سبحانه وتعالى ده مش هو اللي خلق وانا اللي خلقت وادي الادله، ساعتها نشوف القصه دي. لكن بما ان الله سبحانه وتعالى هو المدعي الوحيد لخلق هذا الكون، وهو المدعي الوحيد لمخاطبه البشر عن طريق القران ومن قبله الكتب السماوية التي تم تحريفها، يبقى أنا ما عنديش بد
غير الاعتراف بهذا الدين وهذا القرآن كلام لله سبحانه وتعالى. المطالب بقى من ملاح ده ان هم يجيبوا لي تصور للنص الذي يريدون الاله ان يتكلم به للبشر. يعني انت دلوقتي انا سالت السؤال ده لكذا واحد ما حدش بيجيب. يعني انت دلوقتي بتقول الكلام ده مش بشري، طيب الكلام ده اسف مش الهي، طب انت متخيل النص يا دكتور احمد؟ يعني ما احنا مضطرين نغلق بعد شويه، فارجو اختصر في حال في دقيقه يعني. لا انا اخر حاجه بس، يعني الملحد لما يجي يطلع يتكلم يقول لي النص الالهي شكله يبقى عامل ازاي، يقول لي مثلا هيتكلم في 1 2 3 4. شكرا طيب.